مرتاح يا علي يا مرتاح يا كريم. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ معقوله؟ معقوله كل الموبيليا موجوده في المكان؟ ما فيش اي حاجه اتباعت؟ ولا رمضان؟ انت رمضان يا كلب؟ ايوه ايوه يا معلم، في ايه؟ اكل عشنا. يا رمضان يا معلم. بورس بورس ايه معلم بورس دي؟ يلا معلش استنى بنده الناس حسب شكلها يا معلم. ها استبح احنا لسه فاتحين. ايوه كده. انت ايه اللي نزلك بطقم العيد؟ طيب طقم العيد ايه يا معلم؟ هو اللبس ده مش لبس شغل بصراحه يا ابني، ده اللبس اللي انا ورثته عن جدودي. ماشي يا معلم، بس اللبس ده مش هيجيب لنا اي حد يشتري من هنا. ما يخرب بيتك، الحاجه ما بتتباعش ليه في المحل بتاعي؟ احسن بدل ما تتباع ونتنزر وناخد عيد. نتنزر؟ يقعد يقول لك باعوا كنبه باعوا سرير، خلي حاجتنا معانا والحمد لله الدنيا ماشيه. انت عبيط؟ يلا انا عايز اكسب يلا فلوس. لازم يعني؟ لازم يعني؟ امال فاتح ايه؟ تبرعات؟ معلش خلاص ان شاء الله هتكسب. ان شاء الله هكسب ايه؟ حاجه ما بتتباعش ليه يلا؟ بتتباع ازاي يعني؟ انت بتبيع للناس ازاي اللي بتجي لك؟ عادي، بيجي الزبون بيقول له هتشتري ولا تغور في 60 داهيه. انت بتقول للزبون هتشتري ولا تغور في 60 داهيه؟ اه، ما هو الزبون يجي يقول لك عايز اجرب دي ويجي قاعد عليها، عايز اجرب ويقعد وما بيشتروش. عبيط يلا؟ ايه حد يعمل كده؟ طب اعمل ايه طيب؟ انا هعلمك ازاي. اطلع دلوقتي خش اعمل زبون جاي يشتري اي حاجه وانا هعمل ازاي؟ اعلمك ازاي تبيع. انا ما اعرفش شكل الزبون ده هعمله ازاي، عمري ما جالنا زبون. مش مهم يا اخي، تخيل تخيل في زبون جاي. ما هو لازم ادرس شخصيه الزبون ده، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بيتحرك ازاي. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ خش اعمل زبون عادي. اعمل زبون عادي؟ اه يلا بسرعه. حاضر يا معلم. يلا وانا واقف اهو ببيع. يلا ماشي. يلا تعال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. لو سمحت كشري الامور منين؟ ايه كشري الامور ده؟ اهو الزباين اللي بيجونا دايما بيسالوا على حاجات حوالينا مش كده؟ استقبل يلا. والله دي زبايننا اللي جايين. بقول لك يا زبون جاي صح مش واحد جاي غلط. زبون جاينا احنا؟ ايوه. هيحتاج مجهود اكبر بقى وملابس معينه للزبون. يا عم اخلص بقى اخلص، عايز اعلمك الكلمتين. حاضر، بس مش لازم زبون يعني زبون. يلا بسرعه اهو. يلا انا واقف اهو ببيع. يلا. السلام عليكم. معرض الاسره المرتاحه؟ في ايه؟ انا ايه الهبل ده؟ انا زبون. ده زبون اللي انت عامله ده. زبون ايه الهبل ده؟ زبون. زبونه ايه؟ هو ده وقت زمان اللي انت عامله ده يالا؟ عامل زبونه. عامل زبونه؟ تعمل لي زبونه، عامل لي راجل زبون. ماشي. راجل ماشي. اخلص فاتك القرف. يلا انا واقف اهو عشان ابيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. سمحت، انا جوز الست اللي كانت هنا من شويه. ازاي تمد ايدك عليه؟ ولا عشان ست ضعيفه مش نحترم نفسنا ولا ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ الله حلوه، اعمل ابنهم. ابنهم ايه؟ ابنهم الله يخرب بيتك. اه والله، ويجي يعمل بيبيع على العفش والنبي. الله يخرب بيتك. انا حبيت التمثيل اكتر من البيع والشراء. يا ابني انت، انا عايز اعلمك ليه سبت التعليم ومركز في الاسره دي؟ طب ما انا ما اعرفش اعمل زبون. انت عايز زبون يعني هيشتري وخلاص؟ اه هيشتري وخلاص، عشان اعلمك الكلمتين. اخلص. لو سمحت. ايوه. بكم السرير الطازه ده؟ سرير طازه؟ وانا فاتح محل سمك يا ابني، ما تعذبنيش معاك. خلاص خلاص. عندكم دواليب حرف ناشف؟ حرف ناشف؟ المقرمشه دي. انت بتاكل دواليب؟ ايه اللي بتقوله ده؟ طب اعمل ايه؟ ما انا معايا عادي. هتشتري الكنبه مثلا بكام؟ الشكمجيه دي؟ شكمجيه؟ دي كنبه. دي كنبه بكام؟ الكنبه دي كنبه حضرتك عشان خاطرك ببلاش. عشان كده ما بنكسبش. لما هنبيع دي ببلاش هنجيب فلوس منين؟ انت بتضرب المعلم؟ معلش يا معلم بعلمك. بتعلمني ايه؟ يا ابني انت افهم، انا عايزك تفهم. لما الزبون يختار حاجه، اول حاجه يختارها تقول له دي ببلاش. هيلف يشتري بقيه البضاعه ونلبسه بفلوس. الله يا معلم، ذكي ما يبانش على طولك والله. الحمد لله. ان شاء الله. خلاص فهمت؟ خلاص فهمت. انا عايزك تركز يا رمضان، عايز اكسب فلوس. حاضر يا معلم. انت لو على موضوع الفلوس ده، انا قلت لك طريقه تكسب بيها فلوس احلى من البيع والشراء. ازاي؟
بتوع السينما دولت اللي بيجوا يأجروا محلات يصوروا فيها. ليه؟ فيهم واحد قريبي عايز يصور النهارده في معرض موبيليا، جبتهم هنا النهارده وهيدفعوا فلوس. بجد؟ يعني هيصوروا بس؟ هيصوروا مش هيلمسوا حاجه، تك 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 ويمشوا. ونقبض احنا فلوس؟ ونقبض احنا فلوس. ده مسلسل ولا فيلم ولا ده ايه؟ ده مش هيفرق، ده برنامج، برنامج ناشونال جيوغرافيك. ناشونال جيوغرافيك؟ عايزين يصوروا اول معرض صاحبه فار، هو ده. هتستقبل يلا؟ هتستقبل؟ ايه يا معلم؟ خلاص، المهم ان هم هيدفعوا فلوس وخلاص. ماشي ماشي، بس اهم حاجه لحد ما الناس يجوا انا عايزك تقرا الزبون، عايزك تبيع له. اقرا الزبون؟ ايوه. ماشي، اقرا اي زبون كده وبيع له على طول. حاضر يا معلم. يلا انا هروح اصلي الظهر. سلام عليكم. حاضر ماشي. عارف انا اقرا الزبون ازاي؟ يعني ايه اقرا الزبون؟ صباح الخير. صباح النور. ما تتكلمش اهو، انت زبون صح؟ انا هقرا الزبون. حضرتك عريس ومعاك العروسه بره وجايين تختاروا سرير اوضه النوم. ما شاء الله، انا جاي فعلا معرض موبيليا اشتري سرير. لا اله الا الله، سبحان الله. حضرتك عندنا سراير 120 في 120 تليق على حضرتك. هو انا سحليه ليه؟ انا طولي 180 ف سرير 200 في 200 مترين في مترين. أيوة. تمام، حلو ده، وبالذات يعني خطيبتي سفيفه والميه. انا ماليش علاقه سفيفه، انا مش انا هجهز لكم الفطار، هاتها بس تختار عشان ندفع. طيب ماشي. سؤال يا بسبوسه. قلب بسبوسه. حضرتك غريب جدا والله. ليه؟ في حد يجيب عربيه العفش قبل ما يختار العفش ومزينها وعامل يا فندم عندنا عربيات؟ اخيرا يا حبيبي جبتنا عشان ننقي السرير. ايوه. وعلى كده دي المولة ومالها مخرومه ليه؟ ده السوس ضرب فيها بس. لا عيب، تصنيع من اولها، مش هشتري حاجه. خلاص انا اسف، لا ما هزرش معاها، دي بتلب على طول. ما شاء الله، دي السفيفه. دي من وجهه نظر ايه؟ الميكروسكوب. دي شفتها سفيفه ازاي؟ عينك جايبها؟ مش قادره عيني جايبها. لا دي عايزه 3 دي نظاره. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا رامي في ايه؟ هي ايه؟ رامي. رامي؟ اه ده ارفع حاجه في علاقتكم اسمه طبعا. بقول لك انت هتسير معايا. لا لا، انا عايزك تجيب لي سرير لونه بينكي. بينكي؟ هو انا سمعت صح ولا انا عشان بس عندي دور برد؟ لا سمعت صح. بينكي. لونه ايه؟ بينكي. بيني وبينكي اللون ده خلصان. انا بقول لك انت زي بينكي. اسمعني كلام والله. ايه ده؟ انت لازم نبني لها سرير بنا، نبني بنا كده وتاخدوا تصريح من الحي تبنوا حواليه شقه. لا مش هينفع معاك خشب، دي بتاكلوا يا بابا. لا يا حبيبي، لما تبقى السرير يبقى حديد. أيوة. والمولى المسلح فيه ايه؟ حديد؟ ايوه. لا طب ماشي يا حديد، هنتصرف، بس اللون البنكي مش موجود حضرتك. لا ما انا هشوف بس دلوقتي، بس نرسع اللون. ما تتصرف يا رامي. ثانيه واحده يا حبيبي. طب اخلص يلا. ايوه يا ماما. بس بوسه عايزه السرير لونه بينك. ماما اجيبه اخضركي؟ انا قلت لها البنك وحش، الاخضركي احلى. حاضر، احنا عايزين السرير لونه اخضر. هو حضراتكم من المريخ؟ يعني في الوان عندكم؟ اصل انا من جيل الاحمر واخضر، الالوان عاديه دي. يا عم اخضرك يعني جريم. جريم؟ ايوه يا عم جريم، اللي جنب العصافره. ما بتروحش اسكندريه خالص يا جماعه؟ انتوا جايين عايزين ايه بالظبط؟ عايزين سرير لونه اخضر. ايه هو حضرتك حشره ليه اجيب لك سرير اخضر؟ ما تقولي حاجه في ذوق جوزك ده. ما مش ذوق جوزي، ده ذوق امه. بس بوسه لا، ده ذوق انا. واحترمي نفسك، احنا واقفين قدام الناس. طب اهي الناس، وريني هتعمل ايه. خد خد خد. ايه ده؟ خد خد تعالى. دي عملتني ان انا غطا ازاز، اهو الناس. استنى انت بس، خليه يفرجنا هيعمل ايه. لا هعمل وهعمل. فرجني. ما تسخنيش اهو. ايه؟ هو انا لازم ازعق؟ كل حاجه في البيت تزعيق. انت تعرف انك بتمثل 90% من رجاله مصر؟ اه كلنا كده، صوت صوت لنت عشان ننام. بالظبط. لا هنضرب وهنفضل واقفين. لا اقول لك ايه، السرير هيبقى لونه بنتي.
لا مش بنكي هو اخضر. ممكن نعمل السرير ضلفة بنكي وضلفة اخضركي؟ يا ابني ده السرير ما فيهوش درة. ما فيهوش ايه ده صح؟ السرير ده اللي بتناموا عليه. ايوه معلش يا ست، اتعاملت معاها انها بتتعلق. انا اسف. تعلق يا ابني مالك؟ معلش والله دور برد. طيب ماشي. لا لا يا بسبوسة، هو هيبقى لونه اخضركي وبلاش بقى عشان ما اوريكيش شغلي. طب ماشي، هو مش هيبقى لونه اخضركي واللي عندك هاتو. اللي عندي هاتو؟ طيب ثواني بقى. ماشي ايوه يا ماما اهو. ايوه يا ماما. بسبوسة يا ماما بتهزقني قدام الناس يا ماما. اقول لها ايه؟ يلا يا شمال يا بتاعت مراكز الشباب. ايوه ايه؟ يلا يا بتاعت جامعه الدول وشارع شهاب وافتخر. ايه الجديد؟ وحياه مطعم شاورما بتعلني عن فروعك. ايه اللي وشارع شهاب وافتخر؟ استنى انت بس اما نشوف اخره امه. وانا مش فاهمه اخره امه. هي امك دي متدخله في حياتي ليه؟ يعني هو ده سريري ولا سريرها؟ هو انا اللي هتباس ولا هي اللي هتباس؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عيب يا جماعه. والله بيني وبينك ولا هي ولا امي هيتباس. باين عليك. باين. بقول لك ايه يالا، لو عندكم راجل هتقولنا. ايه؟ ماما بتقولي لو عندكم راجل اجيب لها منين؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لك استنى ما توصلش، افتح السبيكر والدول عشان انت بتاخد ذنوب مش بتاعتك. امك هي اللي تستاهل الجوايز دي. لا 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 مش امك دي؟ ده انا كده هضطر اغير لها شريحه. حرام عليكي. يلا بقى بقول لك ايه، مش شاريه حاجه. ولا انا شاري حاجه. يلا يا جماعه استهدوا بالله، انتوا هتكسروا معرض وتمشوا كده ولا ايه؟ ايه يعني انتوا فاكرين هفات؟ انت فاق. انا اجيب لكم المعلم. انت بقى مستكتره نفسك. هات يا حبيبي. يا معلم يا معلم اصبري بقى، يجي المعلم قبلي بقى. ماشي يا حبيبي هتقول. يا معلم. الله اكبر. يا معلم معلش بس هو راجل بتاع ربنا قوي يعني ما شاء الله. ماشي يا معلم. في ايه يا ابني؟ حرام عليك، خليت تنفض هدوئي. في ايه؟ والله دخلت قبل كده. حي تاني. في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت نجدته ليه النهارده؟ لا نجدنا ايه؟ نجدنا ايه؟ روح يا حبيبي نادينا ابوك المعلم يا حبيبي. انا المعلم يا حبيبتي. انت؟ اه. ايه ده؟ وده طفل صغير ولا راجل قصير ده؟ لا انا قزمي حير يا بنت. الله انا شفتك قبل كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه كميه البو؟ ايه ده ايه ده؟ ايه انت بنت سميحه؟ بس تعالى نكلم ماما. وحشتني والله. وحشتني. ها سميحه. ايه يخرب بيتك، انا مش سميحة، اسمي بسبوسة. بسبوسة؟ ايوه سمي نفسي بسبوسة عشان هتجوز. تتجوزي مين؟ الاد هناك ده. يخرب بيتك، ده رقم كام ده؟ انت كنت رقم كام؟ انا كنت رقم ثلاثة. ده الاخير. بجد؟ اه. انتوا كملتوا الجمعية؟ ايوه يا راجل. مش تقولوا لي؟ خلاص بقى اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ لا امان عليكم، لو هتلفوا الجمعية تاني انا جاهز. هدخلك بنفرين. انا قادر على نفر اما اخش بنفرين. يبقى تخرج. طيب ماشي، اهم حاجة يشتري اي حاجة من عندنا. بس امه تخرج من الليلة دي. امه؟ اه. تعالى يا سامية تعالى. خلاص ما تنساش تديها الرقم. ماشي خلاص. في ايه؟ لا ده انا زبطت مع مامته. ما زبطت مع مامته؟ هو ده سالت ايديه من الدنيا. في ايه حضرتك؟ ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ مفيش، بسبوسة وماما مش بيستريحوا في القعدة مع بعض. مش بيستريحوا في القعدة مع بعض؟ ليه؟ نوع الكنبة عندكم ايه؟ كنبة ايه؟ ده ايه علاقة الكنبة بالقعدة يعني؟ هو بيقول لي مش بيستريحوا في القعدة مع بعض. لا انا هقول لحضرتك تعامل. تعالى بس شوف الكنبة دي يا معلم. دي حلوة دي؟ ايوه اقعد حضرتك هنا. تعالى اتفضلي. لا مش هقعد جنبه، انا مخصمان. خلاص يبقى اقعدي جنبي. لا انا اتفضل. ايه 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 انت هتقعد جنبها؟ قوم يا بيه. ايوه كده. تعالى على حجر عينيا. هو ايه؟ هو ايه؟ هو عادي. ايه؟ عادي يعني؟ ايوه تقعد جنبها. معلش انت برضو اللي قعدت في منزل. منزل؟ معلش مفيش عضمايه الواحد يسند عليها. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هي دي المشف بتاعها انا. يعني العظم بتاعها انا معمول بيه. ما تعرف اسكت بقى اسكت بقى. مبسوط في القعده ولا ايه؟ اه مريحه جدا والله. وتشيل من حبايب قلب. لا وبكام؟ بكام الكنبه دي؟ بكام؟ بكام يا رمضان؟ النهارده عليها اوفر عشان خصم ام المعلم عيد ميلادها، فمنزلين كود تدخليه تاخدي الكنبه. يلا يلا لم نفسك.
يعني النهارده حضرتك هتشتروا الكنبه دي ب 8000 جنيه بس. طيب. بس لا مش هنشتري. لا لا خلاص بقى خلاص، بقول لك ايه، انت من طريق ولا من طريق يابا؟ يلا يلا سلام عليك يا بسبوسه، هاجي لك تاني بقى. يا نهار اسود، بس بالك قالت له انت من طريق وانا من طريق، ما فيش طريق يشيل الاثنين. عارف دي بتاخد طريق لوحدها. يا ابن اسكت بقى، انت بتهزر. ضاعت المصلحه. ما هو بلبس الحانوتي اللي انت لابسه ده مش هناكل عيش. يا عم ركز، رمضان شويه بقى بالله عليك. حاضر يا معلم، انا هروح اصلي صلاه العيد. سلام عليك. ايه ده يا معلم، انت السنه بتعدي بسرعه وانت واقف. تعالى يا محمد تعالى. ايه يا محمد؟ ايه؟ ايه؟ اتشلت ليه؟ انت ايه اللي احنا جينا هنا ليه؟ ايه جينا انا مش كفايه ان صاحب الشقه طردنا في عز انصاص الليالي؟ مش قصتي، انا عايز انام دلوقتي. انا بقالي 3 ايام ما نمت. طيب مش ننقي بقى بنسيون نشوف كده نستعطفه عشان ينيمنا؟ جاي محل موبيليا ننام فيه؟ استعطف، احنا معانا فلوس، ده احنا اي حد اي كلب في الشارع شفنا ادينا بالقلم على وشوشنا. يعني هو محل الموبيليا بقى هو اللي هيحبنا وهينيمنا على الموبيليا؟ مش قصتي، انا شفت السرير ده اتجنن، انا هنام على السرير ده دلوقتي حالا. طب سيبه يا ابني، يعني ايه لو جم صحابات المحل هيبقى ايه؟ لو جم صحابات المحل. ايه صحابات المحل دي؟ ايه الجمله جمع الصحاب صحابات ولا ايه؟ مش مهم، بس انا هنام على السرير ده. طب بس بسرعه لحسن، يبقى انا هامن المكان وهنام بعدك. ماشي ماشي. يا لهوي عليك يا ايه ده، انا اسف دخلت بيت ناس، انا اسف. ايه ده؟ تعالى هنا يا حيوان. ايه ده، هو المعرض؟ انت ازاي تخش علينا واحنا كده؟ انتوا بايعين فوق النبي؟ ما انتوا ايه اللي انتوا لابسين؟ انتوا مين انتوا؟ احنا وترتوا ليه؟ ما باين علينا ولا ايه؟ بس استنى، انا أيوة. اقرا الزبون. ايوه اقرا. عريس وعروسه. ايه ده، قفشتنا؟ باين مش باين علينا خالص يعني. لا عرفت الموضوع ده ازاي؟ باين قوي. اقول لكم طب قول لنا مين العروسه ومين العريس؟ مين العروسه؟ ها؟ مين العروسه؟ هو انتوا الاثنين عروسه ومفيش عريس تقريبا. بس يعني انت العروسه اكتر يا ابني. ايه هبوسه؟ بس انت لسه ما حلتش دنك، هتبقى قمرايه ما شاء الله. انتوا مين يا جماعه؟ احنا هنهزر؟ انتوا مين؟ احنا جايين نشتري السرير ده. انتوا تشتروا باللبس المعفن اللي انتوا لابسينه؟ انتوا معاكم جنيه؟ ها اخرس يا كلب. ايه اللي معاك جنيه؟ معاك اخرس. لا طب اخرس يا كلب يبقى باشا. انا اسف حضرتك، انا كنت بهرق معاكم. السرير ده حضرتك نازل عليه اوفر النهارده ب 14933 جنيه بس. بس احنا معناش 4 جنيه. بس ما تقعدش لو سمحت. ما تقعدش. امال انا هطلع من اجيب 4 جنيه؟ ما تقعدش. ما تقعدش. هتجيب منين؟ انا عارف، انا عارف انت ما تقعدش. كمل. اسكت اسكت. حاضر. هو ايه اللي شغل انذار الحريق يا فندم؟ حضرتك ولعت سجاره او حاجه؟ لا ما فيش. هو ليه صوت ليه لما سمع 14933؟ ما بيحبش الارقام الصغيره دي يا سيدي. انتوا بشوات بشوات. اما ليه؟ انا اسف، هو رقم تافه بس يعني على قد مستوى السرير. انتوا تقريبا عايزينه للسواق اللي عندكم صح؟ هنحطه في اوضه الناني. اوضه مين؟ الناني. هو ناني مضى معاكم؟ اما ليه؟ ناني معانا من زمان بجد والله. اتفضلوا يا فندم. ينفع اجربه؟ هو ما ينفعش، بس يعني مني شكلكم بشوات وناس محترمه بغض النظر على اللبس ده انا موافق. شكرا جدا. شكرا شكرا. السرير ده بقى بيتحرك كمان. ده من الخشب الفرو. ايه الفرو ده؟ مصنوع من الارانب. ما تركزش. ايه رايك يا فندم؟ يا لهوي بقى لي كتير ما قعدتش. ياما يلا روح الحسابات بقى جربه. لا لا استنى بقى. ايه هو ده؟ سرير يا بيه، لازم ننام نجربه واحنا نايمين مش واحنا قاعدين. ايه يا عينيا؟ ايه عينيا؟ ايه اللي يا عينيا؟ انت هتجرب سرير تنام؟ ايوه يا باشا. بقول لك ايه، احنا نظامنا كده. انا اسف يا فندم. بكام السرير ده؟ 14933. هنديك 18444 وربع. اتفضل نام يا فندم نام. ايوه كده يا ابني. ايوه بص ما تقلقش، انا نومي خفيف جدا، اول ما تصحيني اصحى. اقل حاجه ممكن تصحيني. جربوا يلا بقى. شتي انا ما صدقت ان الولد مات.
ولا هو في ثانوية عامة أنا مالي. ما ينفعش بس بعد إذنك هدي له النور حبة بعد إذنك. هدي النور يا مجنون. هو ما بيعرفش ينام في النور. يا عم اصحى يابا صحيح. صحيح؟ حاضر ماشي. يا حسن. يا حسن. يا حسن. هو ده اللي بيصحى من أقل حاجة؟ يا حسن. إيه ده؟ يا محمد في حد يصحى حد كده يا أخي؟ إيه ده؟ أنت صحيت من يا حسن؟ إيه؟ أيوة أنا قلت لك أنا بصحى من أقل حاجة. يا سلام يعني دي ما صحتكش يا حسن وصحيت من يا حسن انا كده روح اعمل لي فطار يا حيوان فطار ايه ده ايوه احنا السرير بنجربه بفطاره يعني ايه السرير هو اوتيل يا فندم احنا نظامنا بكامل السرير ده على اخر كلامنا حاجه 18,333 وربع هنديك 20,445 جنيه و80 قرش انا بعمل اومليت سبانيش هتاكله ودنك وراه اتكل على الله تعالى نام تعالى نام الكلام بفلوس بالظبط فهمت بقى الدنيا يا ابن اللعيبه يعني يا وسطي وانا نازله اتدلع عند الاولى صباحيه مباركه يا عرايس يا سلافندي ياه النهار طلع على طول كده الحمد لله يا مديحه يا دوحه سيبني بقى يا راجل شويه خلاص سيبها براحتها انا هبدا انا أفضل. خلاص جربت قعده الفطار يلا يا فندم لا قعده الفطار اجرب الفطار نفسه يا فندم احنا عايزين ايه ده هات لي فرنش فروت بسرعه فرنش ايه فرنش ايه اسمه فرنش ايه هم بيقولوها كده في الاوتيلات انت ما تسمعش حد انت يلا يابا عشان انا ابتديت اشك فيكم يا جماعه يلا سحلي البقف ده ويلا قوم لا لا تنصح حد ان شاء الله مش وقت تاكل بجد اخلص ما عشان ده اخر يوم بقى ده لانش ايه ده اخر يوم اخر يوم ايه ما تجيب لانشون عادي ببيتكو ايه علاقته باخر يوم ممنوع يا عم بياكلوا القطط وانا بطلع واخد حته من القطه من غير ما حد يا بختك انا باكل القطه نفسها يا معلم انا عارف انا عارف اهلا اهلا بالعيد يا معلم انت رحت صليت عيد بجد يا معلم ايوه في ايه معلم احنا في شهر شوال ايه ده ايه ده ده فندق ده ولا معرضي ده ايه ده لا ده زباين زباين بشوات زباين مين اللي نايم ده بس الباشا بيصحى من اقل حاجه انت يا ابني لا اقل حاجه انت يا حبيبي اقل حاجه يا ابني بص يا ابني يا ابني اسكت يا ابني قوم يا حبيبي يا ابني خالك مرمي بمستشفى ام المصريين خلاص انا هبقى اكلمه حاضر هبقى اكلمه ايه قوم يا حبيبي في يالا يالا هات الواد ده يا معلم انت عارف هيدفعوا كام اللي بتعملهم كده دول اه كام ايه يا اهبل انت مين خد يا انت حنوتي يالا حنوتي ايه اللبس الحنوتيه ده انا صاحب المعرض يا كلب وانت مين يا ده انت لا بقول لك ايه انت باكلنا علم معزه ولا ايه بقى انت بقى ايه ده احنا ناس محترمه ونفهم في الاصول ولا ايه ايوه يا فندم انا بفهمك لم نفسك يا حبيبي لا لم احنا نفطر وبعدين ادونا بالجزمه زي ما انت عايز نفطر بس مصحف مكاننا بقالنا اسبوع انا اسف يا فندم اسكت يا حبيبي اسكت وانت يا زواوي ايه ايه يا زواوي مالك جايين لنا محبه في ايه لنا محبه عشان انت اصلا سايب العيال دي واقفه هنا العيال ايه ده بقول لك هيدفعوا 18,933 تعالى وقل. يا حمار ما انت لو بتقف في المعرض وشايف شغلك هتعرف ان دول الحراميه اللي في الشارع هنا بجد ايوه هم دول الحراميه اللي في الشارع اه بس مش مكتوب على هدومهم ان هم حراميه بقول لكم ايه ايوه مش عايزين تجربوا الدواليب لا ما عندناش هدوم نحطها لا ما مش شرط تعلق هدوم ممكن تعلق بني ادمين يا راجل تعالوا جربوا اتفضل معايا اتفضل لا لا اتفضل احنا محترمين هات حته جبنه هات حته جبنه هات حته جبنه هات حته خد اطلع بره بس من القرف يا رب عدي اليوم ده على خير ايوه ما تخشش الا لما اعمل لك المكان يا فادي بيه ثانيه واحده يا فادي بيه ثانيه واحده حبيبي شكرا انت زعلان من حاجة؟ لا اللي جنب زعلان؟ كويس؟ انت يا عم طارق يا علام ايه اللي زعلان هتديله جنيه ذهب ثواني بحيي جمهوري لو سمحت ثواني يلا سلام عليكم خد يلا ايه ده انت مين انت بتتكلم ليه انا المعلم صاحب المعرض صاحب ما تفتحش بقك خالص انا لازم اامن المكان لفادي بيه فادي بيه ثانيه واحده
صاحب المكان امان فيه. فين صاحب المعرض؟ انا صاحب المعرض. طب اسكت خالص. المكان امان يا فادي بيه. فين الامان يا مازن؟ فين الامان؟ فين الامان؟ الامان في المكان. فين الامان؟ كل حاجه. معلش بس هو كان اخرس عمر طويل قوي. وتعلم الكلام قريب يعني. يا باشا انت عايزين مني ايه؟ انا عايز افهم. انت مين؟ انت مين؟ انا صاحب المعرض حضرتك. ايه ده، احمد عرابي فتح معرض؟ احمد عرابي ايه يا عم انت؟ طب انت يعني هنا في نابوليا وفي كل حاجه؟ في نابوليا. طب انا عاوز سرير. عايز ايه؟ سرير. سرير؟ احنا ما بنبيعش حشرات، ايه اللي عايز سرير ده؟ معلش يا باشا خده على قد عقله عشان هو اعصابه تعبانه. حاضر حضرتك. في 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 سرير. في سرير ضد الخيانه؟ لا. ضد ايه؟ ضد الخيانه؟ لا انا مش عطار حضرتك. ايه سر ضد الخيانه دي؟ معلش معلش اعملها له ازاي حضرتك دي؟ معلش اهدى بقى خلاص بقى ما تتضايقش. لا لا انا عاوز سر ضد الخيانه. اهدى طيب. طب ايه ايه ايه؟ فادي شارك الدود دود دود دود، فادي شارك الدود دود دود، فادي شارك الدود دود دود، فادي شارك. يا استاذ هو لسه مولود ولا فيه ايه؟ ايه فادي شارك دي؟ معلش دي الاغنيه الوحيده اللي بتهديه والله. معلش تهديه من ايه وماله؟ معلش اصل هو مراته بتخونه. لا انا مراتي مش خاينه. لا ما تقولش عليها خاينه. اوعى تقول عليها خاينه، ده هو بس الطباخ وهو بيعمل الاكل حط لها حاجه في الاكل خلاها تبقى خاينه. ما تظلمش الطباخ يا باشا، كلنا طفحنا من نفس الاكل ده. يبقى هو السفراجي وهو بيقدم لها الاكل حط لها حاجه خلاها تبقى خاينه. يا باشا مش عشان السفراجي بيبات معاكوا كل يوم في اوضه النوم يبقى تظلم السفراجي. ايه؟ يبقى هو السواق وهو بيفسحها في الحديقه خلاها تبقى خايمه. يا فادي بيه مش عشان ابنك شبه السواق يبقى تظلم السواق. ايه يا باشا؟ ايه يا وانت مستني ايه؟ مراتك خاينه وطيبه. ايه؟ لا لا مش خاينه. فادي شارك الدود دود دود، فادي شارك الدود دود دود، فادي شارك الدود دود دود، فادي شارك. اما شارك الدود دود دود. انت يا عم بتعمل ايه؟ بكملها. بكمل ايه اللي بوابه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي اغنيه للاطفال. مش للمرعبين. اللي ايه ده؟ جاتك القرف. في ايه يا عم انت بتعصب علينا ليه؟ ماله ده يا عم؟ ايه ماله؟ يا عم هو عصبه. شوف لنا سرير وشوف كلامه ونفذه بالظبط هتتبسط جامد. حاضر حضرتك محتاج سرير ضد الخيانه. ضد أيوة. الخيانه ايوه ضد حاضر. الخيانه حاضر حضرتك عندنا السرير ده تحفه ضد الخيانه وضد الوفاء وضد اي حاجه ان شاء الله. اهو حضرتك. طب ويا ترى يا معلم السرير ده خشب ومتين وتمام؟ طبعا ده اجود انواع الخشب. خشب ايه؟ خشب زان. استغفر الله العظيم يا رب يا عم. بنقول لك مراته بتخونك. زان. لا لا مازن لا. ايه مش زان. لا لا. مش زان مش زان مش زان مش زان. ما تقول يا عم حاجه ثانيه. بنقول لك مراته بتخونه يا عم. انا مالي مراته بتخونه؟ هو الخشب زان. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا ما فيش فادي. ايه خلاص بس. ايه 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 خشب حلو حلو حلو. ايه الخشب؟ نوعه ايه؟ قول اي حاجه. حاضر حضرتك ده نوعه خشب يعني ابلكاش. ايوه ابلكاش ماشي. ايوه بس مطلي بزان. مطلي بزان؟ احنا جايين نجيب شوكولاته، ايه اللي مطلي بزان؟ انا بقول حاجه كويسه. ما تقولش بقى ماشي الدنيا. خلاص هو ابلكاش بس يا باشا. ماشي حلو قوي. هجربه. جربه يا فندم قدامك اهو. ماشي انت هتعمل زوجه خاينه. طب مجنون يا عم. زوجه خاينه ايه؟ هو حضرتك معترض على الزوجة ولا على الخاينة؟ الاتنين حضرتك. انا مالي بالقصة دي؟ معلش بقول لك ايه؟ ليه اعمل زوجة خاينة؟ لو عملت زوجة خاينة والسرير طلع ضد الخيانة هشتريه بمليون جنيه. الزوجة الخاينة جاهزة يا فندم. هتعمل زوجة خاينة؟ انا جاهزة؟ زوجة خاينة؟ اهو تعبانة. أي. تعبانة قوي. أي. تعبانة قوي قوي. اي 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 ايه وشمال؟ في تاني شمال. في صينية. اوبا يا ريتني كنت قاطع تذكره في الصف ده والله العظيم. شفت انت رامي حمولك كلها على الله يالا؟ ايوه على الله طبعا. في ايه؟ في ايه انت؟ ابعد بقى خلينا ناخد المليون جنيه. ماشي يلا يا فندم. الزوجه الخاينه جت. الزوجه الخاينه تعبانه اهي. تعبانه قوي قوي قوي. وشمال يا هي. في تاني شمال. مش هروح. يلا يا مازن انت هتعمل اللي هيخني مع زوجتي. تحت امرك يا فادي بيه، بس عايزك تكون متاكد ان عمري ما اخونك ابدا. لا انت هتعمل كده عشان نجرب السرير. انا هضغط على نفسي عشان اعمل كده يا فادي. انا فاهم انا فاهم يا مازن. يلا ماشي خني مع زوجتي. يلا عندك ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت كده وهتضغط على نفسك؟ الله يخرب بيتك.
تعالى. هو بيحب يعمل كل حاجه بقلب قوي. ايوه والله. يلا طبخلنا ايه النهارده؟ نعم طبخلنا ايه النهارده؟ شوربه كوارع. طب يلا نقوم ناكل كوارع بلا خيانه بلا قرف. بلا خيانه بلا قرف. خيانه هو كل حاجه عايز كوارع. الله يخرب بيتك، لو كنت لابس حاجة تحت الجلابية ما كانتش الرصاصة عدت يا أخي. قتلت الخاين، إنما أنت يا زوجتي أنت بريئة، أنت جميلة، أنت حلوة قوي يا زوجتي، أنا قتلت الخاين. يا ابني المجنونة يا أستاذ، إحنا أهو خلصنا هزار أهو، فين ال يا عمو عمو ده نهار اسود ده مات ده نهار اسود يا عم قوم قوم يا عم رد عليا يا بوس يا معلم ايه ده ايه اللي انا شفته ده في مكان اكل العيش يا قذر وانا اللي فاكر وشك اسود قله حموم انت ليه غضب من ربنا ليه ليه ايه انا قصرت معاك في حاجه ليه يا معلم الله يخرب بيتك وهنا على سرير المعرض انت بتقول ايه ليه يا معلم ربنا يعمل فيك ايه اكتر من هو ضغطك يا ابني انت بتقول ايه ده جثه وكمان مختار وجثه يا راجل اتقي الله يا ابني بقول لك قتيل ده قتيل؟ ايوه قتيل مقتول؟ امال قتيل استشهد قتيل انت قتيل؟ والنعمه قتيل يا عمي اهو شفت ايوه ميتين ما بيكذبوش ده فعلا قتيل شفت بقى طب قتلته ليه يا معلم؟ عشان ما رضيش يديك اللي انت بتحلم بيه يا قذر اسكت يا قذر انت امال ايه؟ الله يخرب بيتك ده صاحبه كان معاه وفجاه قال لي اعمل زوجه خاينه عملت زوجه خاينه وانت ليه تعمل زوجه خاينه؟ الله يخرب ليه عايش في القصر من الصبح يا ابني كان هيدينا مليون جنيه مليون جنيه ايوه طب ما جبتنيش ليه صاحبتك الشمال الله يخرب بيتك ما كنت اعمل معاك يا ابني قتل صاحبه وجري ده مجنون ولا ايه ايوه واحد مجنون طب وهنعمل فيه ايه ما يلا خد ارميه بسرعه على طريق الواحات ايه اللي ارميه على طريق الواحات انا دليفري مش هينفع بتوع التمثيل جايين بجد والله اه ده وصلوا بره واقفين على الباب ايوه طب نعمل ايه لازم نخبيه في الدولاب ده بسرعه الدولاب ماشي تعال يلا بسرعه شيل بس معاك اشيل ايه انت مش شايفه امال اعمل ايه انا كبير اشيل شنبه استنى طب واحنا يعني كان هو انت اللي كنت تموت وهو يعيش كنا انا نشيلك يا عم بص استنى انا معايا شفره تخلي الميه تمشي معانا بري بري تشيس يلا يا ابن الايه خلي بالك اتاكد ان ديلو ما بيلعبش يلا تعال ما تعيش في الميه قوي لا يا ده معلش ده روحه بتلعب معلش تعال ده ميت يا ده كان رزق قوي الميت ده استنى الدراب مقفول افتحه طيب خد المفتاح انا هشيله افتح الدراب بسرعه ايه ده ايه يلا يا حبيبي ده بيتخانق معايا يا حبيبي يا حبيبي موت وانت ساكت ثواني يا معلم بص انا عايزك تبص بس على الدولاب بس ايه فيه هو المفتاح ده تاتش مفيش مكان يعني اعمل كده هيفتح فاشرح لي بس لو انا غبي ممكن انت بتفهم عني ايوه صح انا نسيت يلا هم اللي نسيوا يعملوا خلاص اتصرف شغلوا لنا بدل ما يحاربونا يا ابني ايوه صح انا ركبت سنتر للدولاب سنتر اهو ايوه افتح بسرعه ايه ده شفت شفت يا ابني ليه يلا يلا خش يا اخي استنى اقفل الباب اقفل ايوه استنى استنى طبق المرايات يا ما هو عبط بعبط رجع السرير بسرعه ايو ايو رجع السرير قاتلين قاتل وتقول لي ايو ايو ده خلاص بقى اتصرف اتصرف ايوه بس عجبني التصرف بقول لك يا رمضان ايه خليك واقف هنا استقبل الناس وامن ان الدولاب يبقى مقفول ماشي خلاص حاضر يا معلم يلا انا اروح اصلي روح ركعتين سنه اصلي ركعتين سنه روح اتكفر ها اللوكيشن بتاعي جاهز ولا ايه يلا بينا نعمل افلام يا استاذ حضرتك هولاكو؟ نعم
امال اللوك حضرتك بتعملوا حاجه تاريخي هنا؟ انا مش فاهم ايه اللي جايب الكمساري هنا جوه المعرض. لا كمساري ايه بعد اذنك؟ انا نائب صاحب المعرض. انت نائب صاحب المعرض؟ ايوه. انا اللي كلمت حضرتك في التليفون. ايوه انتوا بتوع السينما والحاجات. ايوه انا المخرج. ايوه اتشرفت. اهلا وسهلا. يلا بره يا حيوان. ايه ده حضرتك تعرفني؟ انا صاحب المكان دلوقتي، مش انا مأجره منك نص ساعة؟ ايوه بس مش انت اللي انا كلمته في التليفون؟ ايوه يا فندم. طب يلا بره يا حيوان. بس معلش انا اسف، انا حيوان عايز اقول لك شوية تعليمات بس. اتفضل. ممنوع لمس اي اجهزة موجودة داخل المعرض لان كل البضاعة دي مباعة. مفيش اجهزة، كلها موبيليا هنستخدمها، مفيش اي حاجة. خلاص وريت تأكد على ابن حضرتك. ابن حضرتك؟ ابن هو ده مش ابن حضرتك؟ ابن المصور. انا الدي او بي. ايه ده انتبيوتيك يعني ولا ايه؟ باشا الدي او بي. ايه الدي او بي؟ بتاع الدي جي. بتاع الدي جي. اه طب خلي بالك هات له بقى سلم ولا حاجه عشان هو مشتغل الكاميرا. مالكش دعوه. لا يا حبيبي انا عامل حسابي يا حبيبي. اهو يا ابو هو ليه تنك قوي؟ مالكش، ده مصور، ده جامد جدا. يا عم صور على نفسه، يلا صوره نص ساعه ابتدت. يلا اتكل على الله. يلا يا استاذ، يلا يا استاذ سعيد. انا جاهز. يلا النجم جاي على وصول اهو بيكلمني. ايه يا نجمنا؟ ايه يا حبيبي انت فين؟ ايه مش جاي ليه؟ والفلوس اللي اتدفعت جايه نص ساعه يا نجم. طب غور في 60 داهية عنك ما جيت. يلا مع السلامة. ولا سعيد. ايه؟ خد تعالى عايز. عمرك يا استاذ. مش انت كنت عايز تمثل؟ اه. لف كده. اهو. حلوة قوي. تلعب دور البطولة معايا في الفيلم؟ دور البطولة مرة واحدة. البطولة مرة واحدة. مرة واحدة. مرة واحدة. يلا يا باشا. اوكي؟ نعمل بروفا دلوقتي، النجمة هتيجي هنصور نشوط على طول نص ساعة نمشي، اوكي؟ ماشي يا باشا. يلا بينا. أول حاجة المشهد ده. تمام. النجم بتاعنا كان بيعمل دور اسمه سمير. أيوة. تمام. وانا هعمل معاك بروفا على اني سميرة البطلة اللي هي جاية. اوكي ماشي. تمام؟ يا باشا. يلا نقرا اول مشهد. يلا يا باشا. يلا اتفضل. هقول 3 2 1 اكشن. تقرا ايه؟ سمير. اقرا سمير. 3 2 1 اكشن. كنت فين؟ انت مش عارف تقرا، هتعرف تمثل؟ ما انا ما بعرفش. لا ركز، ابوس ايدك. ما بعرفش افك الخط. ركز معايا. سهله جدا. كنت فين يا هاني؟ يلا 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هاني؟ كنت عند الكوافير. مش باين على سحنتك. يقف سمير في توتر. نعم. مش باين على سحنتك. يقف سمير في توتر. ايوه انا عارف انه يقف سمير في توتر. ما تقولش اللي ما بين القوسين. حاضر. قول اللي بره يا حبيبي. تمام. اللي بين القوسين ده ليا كمخرج. ماشي. اوكي. حاضر. يلا نعيد تاني. 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هاني؟ كنت عند الكوافير. مش باين على سحنتك. وقف سمير. يخرب بيتك انت بتوشوشني. انت مش قلت لي ما توشوشنيش. مش قلت لي ليا؟ دي ليا انا. ليا انا وانا بخرج هعملها. انا هقول لك اقف في توتر. طب كاتبها لي ليه يا عم؟ انت مالك؟ لخبطني ليه؟ مالكش دعوه. ركز باللي بالورق اللي بره الاقواس. ماشي. اوكي ماشي. يلا 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هاني؟ كنت عند الكافير. يقف سمير في توتر. يخرب بيتك يخرب بيتك. مش كده. قول اللي بره الاقواس. اوكي اوكي يا عم. في ايه؟ يلا اتفضل يا بيه. يلا نص ساعة. ابوس ايدك. انت خضتني والله. اخلص. ها يلا لصفحة تانية. ييييي مش حافظ من امبارح. مش انت اللي عملت لي فيها كريستيانو وعملت شوتني في البتاعة؟ معلش هاتها بقى. يلا والنبي نص ساعة وهنطرد بره المكان. انا مش حافظ هقرا اللي هلاقيه في وشي. اهو كنت تحفظ من امبارح يا بيه. يلا ماشي يا بيه. 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هاني؟ كنت عند الكوافير. في ايه ما تظبطي كده؟ ولا في ايه؟ ولا ما انا تقمصت. هتعصب عليك. تقمصت الدور. حسيت ان البطل لازم يشتم البطل عشان تخشع. انت مالك يا انت؟ اقرا اللي هنا وبس. اوكي؟ حاضر. يلا يا بيه يلا. النجم زمان على وصول. ابوس ايدك. هما جملتين. يلا 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هاني؟ كنت عند الزفت الكوافير. زوم ان على رجلي. يخرب بيتك يخرب بيتك. ما انا بقول عمرك ما قريتها في حته زوم ان دي. لا انا هعمل عليك زوم. انت مالك؟ انا فاكره بيعملها عنها كلب. اعملها زومين. ولا ما تجننيش. ام سوري. اوكي يلا تعال. يلا اخر مره. ماشي. عشان ادخل النجمه. انا عرفت انا هعمل ايه. عرفت انا ادخل النجمه اعفيك من المشاكل دي. يلا بروفا اخيره. يلا 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هاني؟ كنت فين يا هاني؟ كنت عند الزفت الكوافير. مصدقك اتخندي. نعم تعالى بقى. ايه اللي مصدقك يالا يا عم كده؟ ايه اللي مصدقك يا عم؟ العفو عند ما اقدر. يا عم انت مصدقها. اللي كاتب السيناريو مش مصدقها. ماشي يا عم. نقول ام اللي هنا. اوكي هدخل النجمه والنبي ما تقطعش عيش. تمام ماشي يا عم. يلا الاستاذه اهي وصلت اهي. اتفضلي يا استاذه. معلش ممكن تروح تجيبها يا عم؟ معلش احنا اسفين. ماشي اسفين لك. معلش يلا يا استاذه.
يلا الدنيا هتنور والله. ايوه انا جاهزه اهو، جايه جاريه اهو. اللوكيشن منور. حي جمهورك يا استاذه، حي. البقاء لله. الله يسهلك يا امي. لا دي البطلة يالا. ما دي البطلة؟ اه دي البطلة. انت جاي متمكشة. رجعني كده بس شوية معلش. رجعك بس شوية. رجعني كده بس شوية بعدين. احنا نهارنا قصة شوية كده بس. معلش انا ممكن اسمع تاني انت قلتي ايه؟ قلت له رجعني شوية بس. شوية؟ اوكي دي سليمة يا بيه. يلا بينا نشتغل. ثواني ثواني، مين البيه؟ البيه معلش الاستاذ النجم اعتذر فاضطرينا نجيب سعيد يعمل مكانه. اعتذر؟ هو اعتذر مش اعتذر خالص. بعد ما عمل فيا كل ده وبعدين يعتذر؟ هنشيل كل ده في المونتاج وهنظبطها، انا المخرج مالكيش اي علاقة بالموضوع ده. ماشي يا استاذ. انت جاهزة يا استاذة؟ جاهزة. يلا اتعرف على زميلتك على بال ما احط الكاميرا. يلا. اتعرف على زميلتي ايه؟ احنا في درس يا باشا. ايوه يا بيه ما يغركش ده كله، اهم حاجة في الممثلة مخارج الفاظها. لا يعني من ناحية مخارج الألفاظ بسم الله ما شاء الله على مخارج الألفاظ. الله أكبر يعني. احنا تمام؟ تمام. خدنا أدويتنا وخدنا كل حاجة وجلوكوزنا والدنيا كله تمام وميك اب وكله تمام زي الفل. نشتغل يعني؟ اه. يلا نشرح المشهد يا جماعة، المشهد عبارة عن مشهد أكشن بسيط جدا ما فيهوش أي حاجة. هنبدأ المشهد، هي بتجري، أنت بتجري وراها، هتجري ترفع الدولاب. اوكي هتشيل الدولاب فوق دماغك كده، هتجري عليها، هتقع على الارض، هتنزل عليها بالبواني بواني 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 بواني. لا ثواني بس، بواني 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 فين؟ هي دي اللي واقفه معاك ده، في خيال علمي عدى. ايه هو ايه اجري وراكي اصلا؟ اجري وراكي ازاي دولاب ايه اللي هشيله يا باشا؟ حضرتك هتشيل الدولاب. هشيل الدولاب؟ هترفع الدولاب. هرفع الدولاب. اه هتشيله كده اهو تمام. وهتجري وراها، هي هتجري، انت هتجري وراها. لحظه. اوكي بالدولاب. اه اجري وراه بالدولاب. اه يعني ارفع الدولاب وامجري وراه. اه كمل يا باشا. كمل. هتجري هيجري وراكي، هتجري هيجري وراك، هتقوم جايبها هنا ايه كده بالنص بالدولاب. اه يعني بس كده وبس بالظبط. ماشي تمام. هتخلص هتنزل بالنص، هتقوم ناطط عليها بواني بواني بواني. لحظه هقوم ناطط عليها. حلو. تمام. بواني 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 بواني. واخد بالك حضرتك وانا بدي البواني في دولاب فوق. اه وحضرتك المشهد اللي فات كنت شايله دولاب برضه؟ يا سيدي اعتبره قفه وخلاص على دماغك. اعتبره قفه؟ اه ده انت اللي قفه والله. كمل يا باشا كمل. تمام هتنزل عليها. اه ببواني بواني 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 بواني. تلفيت بص انا عندي فكره، انا اشيل الدولاب بايد واديها البواني بايد. يعني دب دب دب. فكرة حلوة. أقوم لك كاميرا بنية في كوع، بنية في كوع. حلو. طب ما ينفعش تخليهم بنيتين في كوع، بنيتين في كوع، بنيتين. يا باشا في دولاب فوق، أنت ليه مش واخد بالك؟ إيه؟ هتعمل إيه في الدولاب ده؟ ده شغل أنا يا بيه بقى، أنا مالكش دعوة بيه خالص. شغلك أنت إيه؟ سيب الدولاب مكانه. هتشيله يعني في المونتاج؟ سيبه مكانه، لا سيبه مكانه. أنا هسيبه في مكانه. فوقيه. فوقيه. ماشي. وتقوم ناطط عليها. أيوه. بواني 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 بواني. هتزقك تقول لك اي، قول لها اي، ترفع السكينه وتقوم دببها في ايه بطنها وتقوم تطلع 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 تطلع. لحظه واحده لحظه واحده لحظه واحده ابوس ايدك. احنا دلوقتي رفعنا الدولاب والدولاب فوق، اديتها البواني وده شغلك يا باشا. تمام. مش هعدل عليك. اوكي. بعد كده ارفع السكينه والدولاب والدولاب فوق. ايوه. وهم نزل عليها افضل اطلع 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 لحد ما يقوم شايل الدولاب نصين. صح بالظبط. بيرفكت شوت. بيرفكت شوت. هاخد المشهد ده كده على النعمه. انت مخرج بطيخ. ايه كمل يا باشا كمل. انت مش مقتنع بالكلام ولا ايه؟ انا مش مقتنع بالفعل بتاع الكلام. طيب تعال نصور اوريك. نصور. يلا. ما حدش قال لي ده فيلم. يلا. كرتون بس. ماشي. انت مالك يا بيه؟ يا باشا اتفضل يا باشا. يلا يا استاذه جاهزه؟ يلا يا استاذ. يلا يا استاذ يدمع. بس لحظه واحده بس، القصه مظبوطه؟ يخرب بيت القصه. مفيش غير القصه مظبوطه، مفيش حاجه تاني مظبوطه غير القصه. ما تقلقيش يا استاذه، اهم حاجه في الممثله قصتها يا بيه. قصتها اهم حاجه. طبعا. في الممثله قصتها. ده الممثله من غير قصتها زي الجاموسه من غير فروتها. والله انتوا بتقولوا حكم ومواعظ. بقول لكم ايه، معلش عايز اصور قدامي نص ساعه. يلا يا بيه. يلا يا استاذه. يلا يا استاذ سعيد نجمنا القمر الجميل اللي منورنا. ربنا يخليك يا استاذ. يلا يلا 3 2 1 اكشن. كنت فين يا استاذ؟ هو انت عند كادو؟ ايه اللي كنت فين يا هانم؟ واقف هتمسك جيتار شويه شويه في الصوره.
يا ابني انت مش كده يا باشا. مش دي الكاميرا؟ بص الكاميرا ده انت بديها غلط. بص الناحيه الثانيه واقول جملتك. ابص الناحيه الثانيه اطلع بقى يا عم. اقول للاستاذ مالكش دعوه، انا هطلعك بوشك من الناحيه الثانيه، هجي لك انا. يلا ما تستعجلش يا حبيبي على الظهور. يلا ماشي يا باشا. 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هم؟ ولا حركه سينمائيه ولا ما تجننيش، هكسر الكاميرا على دماغك. انا حطيت نفسي مكان البطل، حطيت نفسي مكان البطل، حسيت اني مش طايق ابص في وشها فبصيت الناحيه الثانيه. معلش معلش بص لها واقول الجمله. يلا هو في حاجه مضايقاك في وسطي؟ لا يا انت وسطك ده الفل، كملي يا استاذه ربنا يديك الصحه وطول العمر. يلا يلا يا باشا يلا. 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هي؟ هو انت صايع مننا يالا؟ يعني احنا مش هنشوفك، الكاميرا مش هتشوفك وانت بتعمل لها كده؟ كنت فين وهتروح؟ لا انا اعتمدت على غباء حضرتك والله، بس ما تجننيش. طلعت مركز. اوكي يلا هي ربع يعني ساعه، يعني مفيش امل السحنه دي تبان. هتيجي بس من الناحيه الثانيه. من الناحيه الثانيه يلا. خدنا ايه من قفاك لما ناخد ايه من وشك؟ ايوه صح. 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هانم؟ هاي كنت عندك كوافيه. ايوه والا ايوه بقول هاي. حضرتك احنا بنمثل يا باشا. معلش نسيت. لا ما تتدخلش في شغلنا واحنا بنمثل. اوكي يلا بعد اذنك. يلا 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هانم؟ كنت عند الكوافير. مش باين على سحنتك. هي سحنتي شكلها كده. بتوتر يا سعيد. بتوتر. حاضر ماشي. يلا. كنت فين يا هانم؟ كنت عند الكوافير. مش باين على سحنتك. هي سحنتي بتوتر يا سعيد. ما احنا بنتكلم يا استاذ. معلش اعملوها بتوتر. فين يا سعيد اللي قلنا عليه؟ فين صحيح؟ يلا 3 2 1 اكشن. كنت فين يا هانم؟ كنت عند الكوافير. بتوتر مش باين ايتك. يا ابني مش كده يا ابني. يا ابني استوب. خلاص انا اسف. لا اعمل انت التوتر. اعمل انا التوتر؟ انت لما اقول لك بتوتر تعمل بتوتر، بغضب تعمل بغضب كده تمام، وتنفذ وانت ساكت. اوكي يلا 3 2 1 اكشن. يا ابني اتكلم يا ابني. انت قلت لي نفذ وانت ساكت. ولا بطل غباء، معلش اتكلم بس بتوتر. ماشي يلا 3 2 1 اكشن. كنت اتكلم. اخلص. حاضر. كنت فين يا هانم؟ ايوه كنت عند الكوافير. شويه غضب بقى. سحنتك. هي سحنتي ده. جزمه. اجري اجري يا استاذه. اجري اجري يا استاذه. يلا وهو هيجري وراك. جامد بقى جامد والنبي. اسرع شويه عشان كده هيلحقك. يلا اجري ورايا يا استاذ وانت بتقول الجمله. حضرتك بعد كل الجري ده انت رجعت ورا. لما بتقطع اصلا من الجري ده. النفس هتقطع يا استاذ. يلا معلش هناخده تاني يا استاذ. احنا اسفين معلش يا استاذ. يلا 3 2 1 اكشن. هتجري وهو هيجري وراك. حاضر. وانت اكشن هتجري وتقول الكلام. انا مش عارف دي هتحصل ازاي بس يلا. حاضر. يلا 3 2 1 اكشن. استني عندك هنا. مش هتلحقني. عمرك ما هتلحقني. يلا يا جزمة دي هتروحي مني في. صح كده؟ تمام كده انا بجري وراها. هتروحي مني. اسحب لها بقى على الارض. اسحب لها اسحب لها. ايوه هتروحي مني فين؟ ايوه عوم كده. عوم بقى عوم. بالباك باك 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 بظهر بظهر بظهر. يلا يلا هايل يا استاذ. انا طالع هايل. الله الله على الشكر. الله تحفة يا استاذ. معلش هناخده تاني بقى عشان نسيتك اسجل. معلش انا اسف انا اسف. مش لا انا مش هقدر اجري تاني الصراحه. لا انت زي ما انت. يلا معلش همثل من عندي. يلا معلش يا استاذ. يا اختي يا حلوه. نسيت بس والله ادوس بلاي. معلش خلاص بقى دي شغلتك بقى اعملها زي الدولاب كده. طيب هناخد اللي فات تمام وهتجري لي تفتح لي الدولاب. ماشي اوكي يلا. وبعد كده هتشيله بقى ونعمل اللي احنا قلنا عليه. يلا 3 2 1 انت مش على البحر يابا. يلا نزل رجلك. ايوه 3 2 1 اكشن. املي 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 اجري لي على الدولاب. اهلا اهلا اهلا. يلا اخصمك. اخصمك. اسيب. ستوب. عليك ستوب. انت يا استاذ ايه اللي اخصمك؟ واسيبك ليه؟ ومشينا في وسط اللوكيشن. هو مش ده معرضنا؟ يعني انا اسيبه قذر عشان انتوا بتصوروا؟ مش احنا مأجرينه يا ابني. ايوه مأجرينه مش معانا كده. ما نضفوش ده وقت التنظيف. نضفته وخلص. وبعدين لقيت الطفل ده بيلعب في الدولاب. مش قلنا ما حدش يلعب في حاجه؟ الطفل ايه ده النجم بتاعنا دلوقتي. انا دلوقتي بطل الفيلم بيبيعوا بيه. انت بطل فيلم؟ ايوه. هو فيلم قصير؟ نعم. ايه؟ امال ليه ده بطل فيلم ليه؟ هو بطل الفيلم ده الاستاذ اعتذر وجبنا الاستاذ سعيد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا جماعه ده ايه يا جماعه ده؟ معقوله
معقولة كل الموبيليا موجودة في المكان؟ ما فيش أي حاجة بعد ولا رمضان؟ أنت رمضان يا كلب؟ أيوة أيوة يا معلم. فيه إيه؟ أكل عشنا. يا رمضان يا معلم بورس. بورس ايه معلم بورس دي؟ يلا معلش استنى بنده الناس حسب شكلها يا معلم. ها استبح احنا لسه فاتحين. ايوه كده. انت ايه اللي نزلك بطقم العيد؟ طقم العيد ايه يا معلم؟ هو اللبس ده مش لبس شغل بصراحه يا ابني، ده اللبس اللي انا ورثته عن جدودي. ماشي يا معلم، بس اللبس ده مش هيجيب لنا اي حد يشتري من هنا. ما يخرب بيتك، الحاجه ما بتتباعش ليه في المحل بتاعي؟ احسن بدل ما تتباع ونتنزر وناخد عيد. نتنزر؟ يقعد يقول لك باعوا كنبه باعوا سرير، خلي حاجتنا معانا والحمد لله الدنيا ماشيه. انت عبيط؟ يلا انا عايز اكسب يلا فلوس. لازم يعني؟ لازم يعني؟ امال فاتح ايه؟ تبرعات؟ معلش خلاص ان شاء الله هتكسب. ان شاء الله هكسب. ايه حاجه ما بتتباعش ليه يلا؟ بتتباع ازاي يعني؟ انت بتبيع للناس ازاي اللي بتجيلك؟ عادي، بيجي الزبون بيقول له هتشتري ولا تغور في 60 داهيه. انت بتقول للزبون هتشتري ولا تغور في 60 داهيه؟ اه، ما هو الزبون يجي يقول لك عايز اجرب دي ويجي قاعد عليها، عايز اجرب ويقعد وما بيشتروش. عبيط يلا. ايه حد يعمل كده؟ طب اعمل ايه طيب؟ انا هعلمك ازاي. اطلع دلوقتي خش اعمل زبون جاي يشتري اي حاجه وانا هعمل ازاي اعلمك ازاي تبيع. انا ما اعرفش شكل الزبون ده هعمله ازاي، عمري ما جالنا زبون. مش مهم يا اخي، تخيل تخيل في زبون جاي. ما هو لازم ادرس شخصيه الزبون ده، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بيتحرك ازاي. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ خش اعمل زبون عادي. اعمل زبون عادي؟ اه يلا بسرعه. حاضر يا معلم. يلا وانا واقف اهو ببيع. يلا ماشي. يلا تعال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. لو سمحت كشري الامور منين؟ ايه كشري الامور ده؟ اهو الزباين اللي بيجونا دايما بيسالوا على حاجات حوالينا مش كده؟ تستهبل يلا. والله دي زبايننا اللي بيست. بقول لك يا زبون جاي صح مش واحد جاي غلط. زبون جاينا احنا؟ ايوه. هيحتاج مجهود اكبر بقى وملابس معينه للزبون. يا عم اخلص بقى اخلص، عايز اعلمك الكلمتين. حاضر، بس مش لازم زبون يعني زبون. يلا بسرعه اهو. يلا انا واقف اهو ببيع. يلا السلام عليكم. معرض الاسره المرتاحه. في ايه؟ انا ايه الهبل ده؟ انا زبون. ده زبون اللي انت عامله ده. زبون ايه الهبل ده؟ زبون. زبونه ايه؟ هو ده وقت زمان اللي انت عامله ده يالا؟ عامل زبونه. عامل زبونه؟ تعمل لي زبونه، عامل لي راجل زبون. ماشي. راجل ماشي. اخلص فاتك القرف. يلا انا واقف اهو عشان ابيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. سمحت، انا جوز الست اللي كانت هنا من شويه. ازاي تمد ايدك عليه؟ ولا عشان ست ضعيفه مش نحترم نفسنا ولا ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ الله حلوه، اعمل ابنهم. ابنهم ايه؟ ابنهم الله يخرب بيتك. اه والله، ويجي يعمل ببيع على العفش والنبي. الله يخرب بيتك. انا حبيت التمثيل اكتر من البيع والشراء. يا ابني انت، انا عايز اعلمك ليه سبت التعليم ومركز في الاسره دي؟ طب ما انا ما اعرفش اعمل زبون. انت عايز زبون يعني هيشتري وخلاص؟ اه هيشتري وخلاص عشان اعلمك الكلمتين. اخلص. لو سمحت. ايوه. بكم السرير الطازه ده؟ سرير طازه؟ وانا فاتح محل سمك يا ابني، ما تعذبتيش معايا. خلاص خلاص. عندكم دواليب حرف ناشف؟ حرف ناشف؟ المقرمشه دي. انت بتاكل دواليب؟ ايه اللي بتقوله ده؟ طب اعمل ايه؟ ما انا معايا عادي. هتشتري الكنبه مثلا بكام؟ الشكمجيه دي؟ شكمجيه؟ دي كنبه. دي كنبه بكام؟ الكنبه دي كنبه حضرتك عشان خاطرك ببلاش. عشان كده ما بنكسبش. لما هنبيع دي ببلاش هنجيب فلوس منين؟ انت بتضرب المعلم؟ معلش يا معلم بعلمك. بتعلمني ايه؟ يا ابني انت افهم، انا عايزك تفهم. لما الزبون يختار حاجه اول حاجه يختارها تقول له دي ببلاش. هيلف يشتري بقيه البضاعه ونلبسه بفلوس. الله يا معلم، ذكي ما يبانش على طولك والله. الحمد لله ان شاء الله. خلاص فهمت. خلاص فهمت. انا عايزك تركز يا رمضان، عايز اكسب فلوس. حاضر يا معلم. انت لو على موضوع الفلوس ده، انا قلت لك طريقه تكسب بيها فلوس احلى من البيع والشراء. ازاي؟ بتوع السينما دولت اللي بيجوا يأجروا محلات يصوروا فيها. ليه؟ فيهم واحد قريبي عايز يصور النهارده في معرض موبيليا، جبتهم هنا النهارده وهيدفعوا فلوس. بجد؟ اه. يعني هيصوروا بس؟ هيصوروا، مش هيلمسوا حاجه، تك 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 ويمشوا. ونقبض احنا فلوس؟ ونقبض احنا فلوس. ده مسلسل ولا فيلم ولا ده ايه؟ يعني مش هيفرق، ده برنامج، برنامج ناشونال جيوغرافيك. ناشونال جيوغرافيك؟ عايزين يصوروا اول معرض صاحبه فار، هو ده. استقبل يلا. الله
هتستقبل ايه يا معلم؟ خلاص المهم ان هم يدفعوا فلوس وخلاص. ماشي ماشي، بس اهم حاجه لحد ما الناس يجوا انا عايزك تقرا الزبون، عايزك تبيع لي الزبون. ايوه ماشي يا معلم، اقرا اي زبون كده وبيع له على طول. حاضر يا معلم. يلا انا هروح اصلي الظهر. سلام عليكم. حاضر ماشي. مش عارف انا اقرا الزبون ازاي، يعني ايه اقرا الزبون؟ صباح الخير. صباح النور. ما تتكلمش اهو، انت زبون صح؟ انا هقرا الزبون. حضرتك عريس ومعاك العروسه بره وجايين تختاروا سرير اوضه النوم. ما شاء الله، انا جاي فعلا معرض موبيليا اشتري سرير. لا اله الا الله، سبحان الله. حضرتك عندنا سراير 120 في 120 تليق على حضرتك. هو انا سحليه ليه؟ انا طولي 180 ف سرير 200 في 200 مترين في مترين. أيوة تمام حلو ده، وبالذات يعني خطيبتي سفيفه والمياه. انا ماليش علاقه سفيفه، انا مش انا هجهز لكم الفطار، هاتها بس تختار عشان ندفع. طيب ماشي. سؤال يا بسبوسه. قلب بسبوسه. حضرتك غريب جدا والله. ليه؟ في حد يجيب عربيه العفش قبل ما يختار العفش ومزينها وعامل يا فندم عندنا عربيات؟ اخيرا يا حبيبي جبتنا عشان ننقي السرير. ايوه وعلى كده دي المولة ومالها مخرومه ليه؟ ده السوس ده رفيها بس. لا عيب، تصنيع من اولها مش هشتري حاجه. خلاص انا اسف، لا ما هزرش معاها، دي بتلب على طول. اه ما شاء الله. دي السفيفه. اه دي من وجهه نظر ايه؟ الميكروسكوب. دي شفتها سفيفه ازاي؟ عينك جايبها؟ مش قادره عيني جايبها. لا دي عايزه 3 دي نظاره. ايه ده ايه ده ايه يا رامي؟ في ايه؟ هي ايه؟ رامي. رامي اه ده ارفع حاجه في علاقتكم اسمه طبعا. بقول لك انت هتسير معايا. لا لا انا عايزك تجيب لي سرير لونه بينكي. بينكي؟ هو انا سمعت صح ولا انا عشان بس عندي دور برد؟ لا سمعت صح. بينكي. لونه ايه؟ بينكي. بيني وبينكي اللون ده خلصان. انا بقول لك انت زي بينكي. اسمعني كلام والله. ايه ده؟ انت لازم نبني لها سرير بنا، نبني بنا كده وتاخدوا تصريح من الحي تبنوا حواليه شقه. لا مش هينفع معاك خشب، دي بتاكلوا يا بابا. لا يا حبيبي انا ما تبقى السرير يبقى حديد. أيوة. والمولى المسلح فيه ايه؟ حديد. ايوه. لا طب ماشي يا حديد هنتصرف، بس اللون البنك مش موجود حضرتك. لا ما انا هشوف بس دلوقتي بس نرسع اللون. ما تتصرف يا رامي. ثانيه واحده يا حبيبي. طب اخلص يلا. ايوه ايوه يا ماما. بس بوسه عايزه السرير لونه بينك. ماما اجيبه اخضركي؟ انا قلت لها البنك وحش الاخضركي احلى. حاضر. احنا عايزين السرير لونه اخضر. هو حضراتكم من المريخ؟ يعني في الوان عندكم؟ اصل انا من جيل الاحمر واخضر، الالوان العاديه دي. يا عم اخضرك يعني جريم. جريم؟ ايوه يا عم جريم اللي جنب العصافره. ما بتروحش اسكندريه خالص؟ يا جماعه انتوا جايين عايزين ايه بالظبط؟ عايزين سرير لونه اخضر. لون ايه اخضر؟ هو حضرتك حشره ليه اجيب لك سرير اخضر؟ ما تقولي حاجه في ذوق جوزك ده. ده مش ذوق جوزي، ده ذوق امه. بس بوسه لا ده ذوق انا. واحترمي نفسك، احنا واقفين قدام الناس. طب اهي الناس وريني هتعمل ايه. خد 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 ايه ده؟ خد خد تعالى. دي عملتني ان انا غطا ازاز اهو الناس. استنى انت بس، خليه يفرجنا هيعمل ايه. لا هعمل وهعمل. فرجني. ما تسخنيش اهو. ايه هو انا لازم ازعق؟ كل حاجه في البيت تزعيق. انت تعرف انك بتمثل 90% من رجاله مصر؟ اه كلنا كده صوت صوت لنت عشان ننام. بالظبط. لا هنضرب وهنفضل واقفين. اه لا لك ايه، السرير هيبقى لونه بينكي. لا مش بينكي، هو اخضر. ممكن نعمل السرير ضلفه بينكي وضلفه اخضركي؟ يا ابني ده السرير ما فيهوش درة. ما فيهوش ايه ده؟ صح السرير ده اللي بتناموا عليه. ايوه معلش يا ست، اتعاملت معاها انها بتتعلق. انا اسف. بتتعلق. يا ابني ما
بالك. معلش والله دور برد. طيب ماشي. لا لا يا بسبوسه، هو هيبقى لونه اخضركي وبلاش بقى عشان ما اوريكيش شغلي. طب ماشي، هو مش هيبقى لونه اخضركي واللي عندك هاتو. اللي عندي هاتو؟ طيب ثواني بقى. ماشي. ايوه يا ماما. اهو. ايوه يا ماما. بسبوسه يا ماما بتهزقني قدام الناس يا ماما. اقول لها ايه؟ يلا يا شمال يا بتاعت مراكز الشباب. ايوه ايه؟ يلا يا بتاعت جامعة الدول وشارع شهاب وافتخر. ايه الجديد؟ وحياك مطعم شاورما بتعلني عن فروعك. ايه اللي وشارع شهاب وافتخر؟ استنى انت بس اما نشوف اخرة امه. انا مش فاهمة اخرة امه؟ هي امك دي متدخلة في حياتي ليه؟ يعني هو ده سريري ولا سريرها؟ هو انا اللي هتباس ولا هي اللي هتباس؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عيب يا جماعة. والله بيني وبينك ولا هي ولا امي هيتباس. باين عليك. باين. بقول لك ايه يالا؟ لو عندكم راجل هتقولنا. ايه؟ ماما بتقولي لو عندكم راجل اجيب لها منين؟ الحمد لله الحمد لله. بقول لك استنى ما توصلش، افتح السبيكر والدول عشان انت بتاخد ذنوب مش بتاعتك. امك هي اللي تستاهل الجوايز دي. لا 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 مش امك دي؟ ده انا كده هتطرق على شريحه. حرام عليكي. يلا بقى بقول لك ايه، مش شاري حاجه. ولا انا شاري حاجه. يلا يا جماعه استهدوا بالله، انتوا هتكسروا المعرض وتمشوا كده ولا ايه؟ ايه يعني انتوا فاكرين هفات؟ انت فاق. انا اجيب لكم المعلم. انت بقى مستكتره نفسك. هات يا حبيبي. يا معلم يا معلم اصبري بقى، يجي المعلم قبلي بقى. ماشي يا حبيبي. هات يا معلم. الله اكبر. يا معلم معلش بس هو راجل بتاع ربنا قوي يعني ما شاء الله. ماشي يا معلم. في ايه يا ابني؟ حرام عليك، خليك تنقض هدوئي. في ايه؟ والله دخلت قبل كده. اي تاني. في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت نجدته ليه النهارده؟ لا نجدنا ايه؟ نجدنا ايه؟ روح يا حبيبي نادينا ابوك المعلم يا حبيبي. انا المعلم يا حبيبتي. انت؟ اه. ايه ده؟ وده طفل صغير ولا راجل قصير ده؟ لا انا قزمي حير يا بنت. الله. انا شفتك قبل كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه كمية البو؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ انت بنت سميحة. بس تعالى نكلم ماما. وحشتني والله. وحشتني. ها سميحة. ايه يخرب بيتك، انا مش سميحة، اسمي بسبوسة. بسبوسة؟ ايوه سمي نفسي بسبوسة عشان هتجوز. تتجوزي مين؟ الواد هناك ده. يخرب بيتك، ده رقم كام ده؟ انت كنت رقم كام؟ انا كنت رقم ثلاثة. ده الاخير. بجد؟ اه. انتوا كملتوا الجمعية؟ ايوه يا راجل. مش تقولوا لي؟ خلاص بعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ لا امان عليكم، لو هتلفوا جمعيه تاني انا جاهز. هدخلك بنفرين. انا قادر على نفر اما اخش بنفرين. يبقى تخرج. طيب ماشي، اهم حاجه يشتري اي حاجه من عندنا. بس امه تخرج من الليله دي. امه؟ اه. تعالى يا ساميه تعالى. خلاص ما تنساش تديها الرقم. ماشي خلاص. في ايه؟ لا ده انا ظبطت مع مامته. ما ظبطت مع مامته؟ هو ده سالت ايديه من الدنيا. في ايه حضرتك؟ ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ مفيش، بسبوسه وماما مش بيستريحوا في القعده مع بعض. مش بيستريحوا في القعده مع بعض؟ ليه؟ نوع الكنبه عندكم ايه؟ كنبه. ده ايه علاقه الكنبه بالقعده يعني؟ هو بيقول لي مش بيستريحوا في القعده مع بعض. لا انا هقول لك التعامل. تعالى بس شوف الكنبه دي. دي حلوه دي. ايوه اقعد حضرتك هنا. تعالى اتفضلي. لا مش هقعد جنبي، انا مخصمان. خلاص يبقى اقعدي جنبي. لا انا اتصرف. ايه 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 انت هتقعد جنبها؟ قوم يا بيه. ايوه كده. تعالى على حجر عينيا. هو ايه؟ هو ايه؟ هو عادي. ايه؟ عادي يعني؟ ايوه تقعد جنبها. معلش انت برضو اللي قعدت في منزل. منزل؟ معلش مفيش عضمايه الواحد يسند عليها. ايه ده؟ ايه ما دي المشف بتاعها انا، يعني العظم بتاعها انا معمول بيه. ما اسكت بقى اسكت بقى. مبسوط في القعده ولا ايه؟ اه مريحه جدا والله، وتشيل من حبايب قلب. لا وبكام؟ بكام الكنبه دي؟ بكام؟ بكام يا رمضان؟ النهارده عليها اوفر عشان خصم ام المعلم عيد ميلادها، فمنزلين كود تدخليه تاخدي الكنبه. يلا يلا لم نفسك. يعني النهارده حضرتك هتشتروا الكنبه دي ب 8000 جنيه بس. طيب. بس اه لا مش هنشتري. اه لا لا خلاص بقى خلاص. بقول لك انت من طريق ولا من طريق يابا؟ يلا يلا سلام عليك يا بسبوسه. هاجي لك تاني بقى. يا نهار اسود. بس بالك قالت له انت من طريق وانا من طريق، ما فيش طريق هيشيل الاثنين. عارف دي بتاخد طريق لوحدها. يا ابن اسكت بقى انت بتهزر. اه ضاعت المصلحه. ما هو بلبس الحانوتي اللي انت لابسه ده مش هناكل عيش. يا عم ركز يا رمضان شويه بقى بالله عليك. حاضر يا معلم. انا هروح اصلي صلاه العيد. سلام. ايه ده؟ يا معلم انت السنة بتعدي بسرعة وانت واقف. تعالى يا محمد تعالى. قولوا
يا ده محمد. ايه؟ ايه؟ اتشلت ليه؟ انت ايه اللي احنا جينا هنا ليه؟ ايه جينا انا مش كفايه ان صاحب الشقه طردنا في عز انصاص الليالي؟ مش قصتي، انا عايز انام دلوقتي. انا بقالي 3 ايام ما نمت. طيب مش ننقي بقى بنسيون نشوف كده نستعطفه عشان ينيمنا؟ جاي محل موبيليا ننام فيه؟ استعطف، احنا معانا فلوس، ده احنا اي حد اي كلب في الشارع شفنا هيدينا بالقلم على وشوشنا. يعني هو محل الموبيليا بقى هو اللي هيحبنا وهينيمنا على الموبيليا؟ مش قصتي، انا شفت السرير ده اتجنن، انا هنام على السرير ده دلوقتي حالا. طب سيبه يا ابني، يعني ايه لو جم صحابات المحل هيبقى ايه؟ لو جم صحابات المحل. ايه صحابات المحل دي؟ ايه الجمله جمع الصحاب صحابات ولا ايه؟ مش مهم، بس انا هنام على السرير ده. طب بس بسرعه لحسن، يبقى انا هامن المكان وهنام بعدك. ماشي ماشي. يا لهوي عليك يا ايه ده، انا اسف دخلت بيت ناس، انا اسف. ايه ده؟ تعالى هنا يا حيوان. ايه ده؟ هو المعرض؟ انت ازاي تخش علينا واحنا كده؟ انتوا بايعين فوق النبي؟ ما انتوا ايه اللي انتوا لابسين؟ انتوا مين انتوا؟ احنا وقرتوا ليه؟ ما باين علينا ولا ايه؟ بس استنى، انا أيوة. اقرا الزبون. ايوه اقرا. عريس وعروسه. ايه ده قفشتنا؟ بعدين مش باين علينا خالص يعني. لا عرفت الموضوع ده ازاي؟ باين قوي. اقول لكم طب قول لنا مين العروسه ومين العريس؟ مين العروسه؟ ها؟ مين العروسه؟ هو انتوا الاثنين عروسه ومفيش عريس تقريبا. بس يعني انت العروسه اكتر يا ابني. ايه هبوسه؟ بس انت لسه ما حلتش دنك، هتبقى قمرايه. احلى ما شاء الله. انتوا مين يا جماعه؟ احنا هنهزر؟ انتوا مين؟ احنا جايين نشتري السرير ده. انتوا تشتروا باللبس المعفن اللي انتوا لابسينه؟ انتوا معاكم جنيه؟ ها اخرس يا كلب. ايه اللي معاك جنيه؟ معاك اخرس. لا طب اخرس يا كلب يبقى باشا. انا اسف حضرتك، انا كنت بهرق معاكم. السرير ده حضرتك نازل عليه اوفر النهارده ب 14933 جنيه بس. بس احنا معناش اربعه جنيه بس. ما تقعدش لو سمحت. ما تقعدش. امال ايه؟ هتطلع من اجيب 14؟ ما تقعدش. ما تقعدش. هتجيب ليه؟ انا عارف انا عارف انت ما تقعدش. اجيب ليه؟ اسكت اسكت. حاضر. هو ايه اللي شغل انذار الحريق يا فندم؟ حضرتك ولعت سجاره او حاجه؟ لا ما فيش. هو ليه صوت ليه لما سمع 14933؟ ما بيحبش الارقام الصغيره دي يا سيدي. انتوا بشوات بشوات. اما ليه؟ انا اسف، هو رقم تافه بس يعني على قد مستوى السرير. انتوا تقريبا عايزينه للسواق اللي عندكم صح؟ هنحطه في اوضه الناني. اوضه مين؟ الناني. هو ناني مضى معاكم؟ اما ليه؟ ناني معانا من زمان بجد والله. اتفضلوا يا فندم. ينفع اجربه؟ هو ما ينفعش، بس يعني من شكلكم بشوات وناس محترمه بغض النظر على اللبس ده انا موافق. شكرا جدا. شكرا شكرا. السرير ده بقى بيتحرك كمان. ده من خشب الفرو. ايه الفرو ده؟ مصنوع من الارانب. ما تركزش. ايه رايك يا فندم؟ يا لهوي بقى لي كتير ما قعدتش. ياما يلا روح الحسابات بقى جربه. لا لا استنى بقى. ايه هو ده؟ سرير يا بيه، لازم ننام نجربه واحنا نايمين مش واحنا قاعدين. ايه يا عينيا؟ ايه عينيا؟ ايه اللي يا عينيا؟ انت هتجرب سرير تنام؟ ايوه يا باشا. بقول لك ايه، احنا نظامنا كده. انا اسف يا فندم. بكام السرير ده؟ 14933. هنديك 18444 وربع. اتفضل نام يا فندم نام. ايوه كده يا ابني. ايوه بص ما تقلقش، انا نومي خفيف جدا، اول ما تصحيني اصحى. اقل حاجه ممكن تصحيني. جربوا يلا بقى. ايه؟ انا ما صدقت ان الولد مات. ولا هو في ثانويه عامه؟ انا مالي. ما ينفعش. بس بعد اذنك هدي له النور حبه. بعد اذنك هدي النور. يا مجنون، هو ما بيعرفش ينام في النور. يا عم اصحى يابا. صحيح صحيح. حاضر ماشي. يا حسن يا حسن يا حسن. هو ده اللي بيصحى من اقل حاجه؟ يا حسن. ايه ده يا محمد؟ في حد يصحى حد كده يا اخي؟ ايه ده انت صحيت من يا حسن؟ ايه؟ ايوه ما انا قلت لك انا بصحى من اقل حاجه. يا سلام، يعني دي ما صحتكش يا حسن وصحيت من يا حسن؟ انا كده. روح اعمل لي فطار يا حيوان. فطار ايه ده؟ ايوه احنا السرير بنجربه بفطاره. يعني ايه السرير؟ هو اوتيل يا فندم. احنا نظامنا بكام السرير ده؟ على اخر كلام لحضرتك 18333 وربع. هنديك 20445 جنيه و80 قرش. انا بعمل اومليت سبانيش هتاكله ودنك وراه. اتكل على الله. تعالى نام تعالى نام. الكلام بفلوس. بالظبط. فهمت بقى الدنيا. يا ابن اللعيبه. يا عيني يا وسطي.
وانا نازله الدلع عامله الاولى. صباحيه مباركه يا عرايس. يا سلافندي. ياه النهار طلع على طول كده. اه الحمد لله. يا مديحه يا دوحه. سيبني بقى يا راجل شويه. خلاص سيبها براحتها، انا هبدا انا أفضل. خلاص جربت قعده الفطار؟ يلا يا فندم. لا قعده الفطار اجرب الفطار نفسه. يا فندم احنا عايزين ايه ده؟ هات لي فرنش فروت بسرعه. فرنش ايه؟ فرنش ايه اسمه؟ فرنش ايه هم بيقولوها كده في الاوتيلات؟ انت ما تسمعش حد. انت يلا يابا عشان انا ابتديت اشك فيكم. ايه يا جماعه؟ يلا ساحلي البقف ده ويلا. لا 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 تنصح حد ان شاء الله. مش وقت تاكل بجد، اخلص. ما عشان ده اخر يوم بقى. ده لانش. ايه ده اخر يوم؟ اخر يوم ايه؟ ما تجيب لانشون عادي في بيتكم، ايه علاقته باخر يوم؟ ممنوع يا عم، بياكلوا القطط وانا بطلع واخد حته من القطه من غير ما حد ياكلها. يا بختك انا باكل القطه نفسها. يا معلم انا عارف انا عارف. اهلا اهلا بالعيد يا معلم. انت رحت صليت عيد بجد يا معلم؟ ايوه. في ايه؟ معلم احنا في شهر شوال. ايه ده ايه ده؟ ده فندق ده ولا معرضي ده؟ ايه ده؟ لا ده زباين. زباين ده شوال. زباين؟ مين اللي نايم ده؟ بس الباشا بيصحى من اقل حاجه. انت يا ابني. لا اقل حاجه. انت يا حبيبي. اقل حاجه يا ابني. بص يا ابني. يا ابني اسكت يا ابني. قوم يا حبيبي. يا ابني خالك مرمي بمستشفى ام المصريين. خلاص انا هبقى اكلمه. حاضر. هبقى اكلمه ايه؟ قوم يا حبيبي. في يالا يالا هات الواد ده. يا معلم انت عارف هيدفعوا كام اللي بتعملهم كده دول؟ اه كام ايه يا اهبل انت؟ مين خد يا انت حنوتي يالا؟ حنوتي؟ ايه اللبس الحنوتيه ده؟ انا صاحب المعرض يا كلب. وانت مين يا ده انت؟ لا بقول لك ايه، انت باكلنا علم معزه ولا ايه بقى انت معاك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا ناس محترمه ونفهم في الاصول ولا ايه؟ ايوه يا فندم. انا بفهمك. لم نفسك يا حبيبي. لا لم. احنا نفطر وبعدين ادونا بالجزمه زي ما انت عايز. نفطر بس مصحف مكاننا بقى لنا اسبوع. انا اسف يا فندم. اسكت يا حبيبي اسكت. وانت يا زواوي ايه؟ ايه يا زواوي مالك؟ جايين لنا محبه. في ايه؟ لا محبه عشان انت اصلا سايب العيال دي واقفه هنا. العيال ايه ده؟ بقول لك هيدفعوا 18933. تعالى يا حمار. ما انت لو بتقف في المعرض وشايف شغلك هتعرف ان دول الحراميه اللي في الشارع هنا. بجد؟ ايوه هم دول الحراميه اللي في الشارع. اه بس مش مكتوب على هدومهم ان هم حراميه. بقول لكم ايه؟ ايوه. مش عايزين تجربوا الدواليب؟ لا ما عندناش هدوم نحطها. لا ما مش شرط تعلق هدوم، ممكن تعلق بني ادمين. يا راجل. اه تعالوا جربوا. اتفضل معايا اتفضل. لا لا اتفضل. احنا محترمين. هات حته جبنه. هات حته جبنه. هات حته جبنه. هات حته. خد اطلع بره. بس من القرف. يا رب عدي اليوم ده على خير. ايوه. ما تخشش الا لما اعمل لك المكان يا فادي بيه. ثانيه واحده يا فادي بيه. ثانيه واحده. حبيبي شكرا انت زعلان من حاجة؟ لا اللي جنب زعلان؟ كويس؟ انت يا عم طارق يا علام ايه اللي زعلان؟ هتديله جنيه ذهب؟ ثواني بحيي جمهوري لو سمحت. ثواني يلا سلام عليكم. خد يلا ايه ده؟ انت مين انت بتتكلم ليه؟ انا المعلم صاحب المعرض. صاحب ما تفتحش بقك خالص، انا لازم اامن المكان لفادي بيه. فادي بيه ثانيه واحده. يا عم المكان امان. فيه فين صاحب المعرض؟ انا صاحب المعرض. طب اسكت خالص. المكان امان يا فادي بيه. فين الامان يا مازن؟ فين الامان؟ الامان في المكان. لا الامان كل حاجه. معلش بس هو كان اخرس عمر طويل قوي. أوه. وتعلم الكلام قريب يعني. يا باشا انت عايزين مني ايه؟ انا عايز افهم. انت مين؟ انا صاحب المعرض حضرتك. ايه ده احمد عرابي فتح معرض؟ احمد عرابي ايه يا عم انت؟ طب انت يعني هنا في نابوليا وفي كل حاجه؟ في نابوليا. طب انا عاوز سرير. عايز ايه؟ سرير. احنا ما بنبيعش حشرات، ايه اللي عايز سرير ده؟ معلش يا باشا خده على قد عقله عشان هو اعصابه تعبانه. حاضر حضرتك. في سرير. في سرير ضد الخيانه؟ ضد ايه؟ ضد الخيانه؟ لا انا مش عطار حضرتك.
ايه سيرة انت الخيانة دي؟ معلش اعملها له ازاي حضرتك دي؟ معلش اهدى بقى خلاص بقى ما تتضايقش. لا 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 عاوز سيرة انت الخيانة. اهدى طيب. طب ايه 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 فادي شارك الدودودودودود فادي شارك الدودودودودود فادي شارك الدودودودودود فادي شارك. يا استاذ هو لسه مولود ولا فيه ايه؟ ايه فادي شارك دي؟ معلش دي الاغنية الوحيدة اللي بتهديه والله. معلش تهديه من ايه وماله؟ معلش اصل هو مراته بتخونه. لا انا مراتي مش خاينة. لا ما تقولش عليها خاينة. اوعى تقول عليها خاينة. ده هو بس الطباخ وهو يعني اكل حط لها حاجة في الاكل خلاها تبقى خاينة. ما تظلمش الطباخ يا باشا كلنا طفحنا من نفس الاكل ده. يبقى هو السفراجي وهو بيقدم لها الاكل حط لها حاجة خلاها تبقى خاينة. يا باشا مش عشان السفراجي بيبات معاكوا كل يوم في اوضة النوم يبقى تظلم السفراجي. ايه؟ يبقى هو السواق وهو بيفسحها في الحديقة خلاها تبقى خايمة. يا فادي بيه مش عشان ابنك شبه السواق يبقى تظلم السواق. ايه يا باشا؟ ايه يا وانت مستني ايه؟ مراتك خاينة وطيبة. لا لا مش خاينة. فادي شارك الدودودودود فادي شارك الدودودودود فادي شارك الدودودودود فادي شارك. كما شاك الدردردردرد. انت يا عم بتعمل ايه؟ بكملها. بتكمل ايه اللي برررر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي اغنيه للاطفال مش للمرعبين. اللي برررر. ايه ده؟ جاتلك القرف. ايه يا عم انت بتعصب علينا ليه؟ ماله ده يا عم؟ ايه ماله؟ يا عم هو عصبه. شوف لنا سرير وشوف كلامه ونفذه بالظبط هتتبسط جامد. حاضر حضرتك محتاج سرير ضد الخيانة. ضد أيوة. الخيانة ايوه ضد الخيانة. حاضر حضرتك عندنا السرير ده تحفة ضد الخيانة وضد الوفاء وضد أي حاجة إن شاء الله. أهو حضرتك. طب ويا ترى يا معلم السرير ده خشب ومتين وتمام؟ اه طبعا ده أجود أنواع الخشب. خشب ايه؟ خشب زان. استغفر الله العظيم يا رب يا عم. بنقول لك مراته بتخونك زان. لا لا ما زان. ايه مش زان مش زان مش زان مش زان. ما تقول يا عم حاجه تانية. بنقول لك مراته بتخونه يا عم. انا مالي مراته بتخونه؟ هو الخشب زان. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا ما فيش فادي. ايه خلاص بس ايه 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 خشب حلو حلو حلو. ايه الخشب نوعه ايه؟ نوع. قول اي حاجه. حاضر حضرتك ده نوعه خشب يعني ابلكاش. ايوه ايوه ابلكاش ماشي. ايوه بس مطلي بزان. مطلي بزان. احنا جايين نجيب شوكولاته. ايه اللي مطلي بزان؟ انا بقول حاجه كويسه. ما تقولش بقى ماشي الدنيا. خلاص هو ابلكاش بس يا باشا. ماشي حلو قوي. هجربه. جربه يا فندم قدامك اهو. ماشي. انت هتعمل زوجه خاينه. طب مجنون يا عم. زوجه خاينه ايه؟ هو حضرتك معترض على الزوجة ولا على الخاينة؟ الاتنين حضرتك. انا مالي بالقصة دي؟ معلش بقول لك ايه؟ ليه اعمل زوجة خاينة؟ لو عملت زوجة خاينة والسرير طلع ضد الخيانة هشتريه بمليون جنيه. الزوجة الخاينة جاهزة يا فندم. هتعمل زوجة خاينة؟ انا جاهزة؟ زوجة خاينة؟ اهو تعبانة. أي. تعبانة قوي. أي. تعبانة قوي قوي. اي 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 ايه وشمال؟ ايه في تاني شمال؟ ايه في صينية؟ اوبا يا ريتني كنت قاطع تذكره في الصف ده والله العظيم. شفت انت رامي حمولك كلها على الله يالا؟ ايوه على الله طبعا. في ايه؟ في ايه انت؟ ابعد بقى خلينا ناخد المليون جنيه. ماشي ماشي. يلا يا فندم الزوجه الخاينه جت. الزوجه الخاينه تعبانه اهي. تعبانه قوي قوي قوي. وشمال يا هي في تاني شمال. مش هروح. يلا يا مازن انت هتعمل اللي هيخني مع زوجتي. تحت امرك يا فادي بيه بس عايزك تكون متاكد ان عمري ما اخونك ابدا. لا انت هتعمل كده عشان نجرب السرير. انا هضغط على نفسي عشان اعمل كده يا فادي. انا فاهم انا فاهم يا مازن. يلا ماشي خني مع زوجتي. يلا عندك ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت كده وهتضغط على نفسك؟ الله يخرب بيتك. تعالى هو بيحب يعمل كل حاجه بقلب قوي. ايوه والله. يلا خلنا ايه النهارده؟ نعم. طب خلنا ايه النهارده؟ شرب الكوارع. طب يلا نقوم ناكل كوارع بلا خيانه بلا قرف. بلا خيانه بلا قرف. خيانه هو كل حاجه عايز كوارع. الله يخرب بيتك لو كنت لابس حاجه تحت الجلابيه ما كانتش الرصاصه عدت يا اخي. هو قتلت الخاين. انما انت يا زوجتي انت بريئة، انت جميلة، انت حلوة قوي يا زوجتي. انا قتلت الخاين. يا ابني المجنونة. يا استاذ احنا اهو خلصنا هزار اهو. فين ال يا عمو عمو ده نهار اسود ده مات. يا نهار اسود يا عم قوم قوم يا عم رد عليا. بص انت
يا معلم. ايه ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ في مكان اكل العيش يا قذر، وانا اللي فاكر وشك اسود قله حموم. انت ليه غضب من ربنا؟ ليه؟ ليه ايه؟ انا قصرت معاك في حاجه. ليه يا معلم؟ الله يخرب بيتك. وهنا على سرير المعرض انت بتقول ايه؟ ليه يا معلم؟ ربنا يعمل فيك ايه اكتر من هو ضغطك. يا ابني انت بتقول ايه؟ ده جثه وكمان مختار وجثه. يا راجل اتقي الله. يا ابني بقول لك قتيل. ده قتيل؟ ايوه قتيل مقتول. امال قتيل ايه؟ استشهد قتيل. انت قتيل؟ والنعمه قتيل يا عمي. اهو شفت؟ ايوه ميتين ما بيكسبوش، ده فعلا قتيل. شفت بقى؟ طب قتلته ليه يا معلم؟ عشان ما رضيش يديك اللي انت بتحلم بيه يا قذر. اسكت يا قذر. انت امال ايه؟ الله يخرب بيتك، ده صاحبه كان معاه وفجاه قال لي اعمل زوجه خاينه، عملت زوجه خاينه. وانت ليه تعمل زوجه خاينه؟ الله يخرب. ليه عايش في القصر من الصبح؟ يا ابني كان هيدينا مليون جنيه. مليون جنيه؟ ايوه. طب ما جبتنيش ليه صاحبتك الشمال؟ الله يخرب بيتك. ما كنت اعمل معاك يا ابني. قتل صاحبه وجري. ده مجنون ولا ايه؟ ايوه واحد مجنون. طب وهنعمل فيه ايه؟ ما يلا خد ارميه بسرعه على طريق الواحات. ايه اللي ارميه على طريق الواحات؟ انا دليفري. مش هينفع بتوع التمثيل جايين. بجد والله؟ اه ده وصلوا بره واقفين على الباب. ايوه. طب نعمل ايه؟ لازم نخبيه في الدولاب ده بسرعه. الدولاب ماشي، تعال يلا بسرعه شيل بس معاك. اشيل ايه؟ انت مش شايفه؟ امال اعمل ايه؟ انا كبير اشيل شنبه. استنى. طب واحنا يعني كان هو انت اللي كنت تموت وهو يعيش، كنا نفس نشيلك. يا عم بص استنى، انا معايا شفره تخلي الميه تمشي معانا. يلا يا ابن الايه؟ خلي بالك، اتاكد ان ديلو ما بيلعبش. يلا تعال تعال تعال. ما تعيش في الميت قوي. لا يا ده معلش، ده روحه بتلعب. معلش تعال معلش. ده ميت. يا ده كان رزق قوي الميت ده. استنى استنى، الدراب مقفول. افتحه. طيب خد المفتاح انا هشيله. افتح الدراب بسرعه. طب ايه ده؟ يلا يا حبيبي. ده بيتخانق معايا يا حبيبي. يا حبيبي موت وانت ساكت. ثواني يا معلم. بص انا عايزك تبص بس على الدولاب. بس ايه فيه؟ هو المفتاح ده تاتش، مفيش مكان. يعني اعمل كده هيفتح؟ فاشرح لي بس، لو انا غبي ممكن انت بتفهم عني. ايوه صح، انا نسيت. يلا هم اللي نسيوا يعملوا. خلاص اتصرف. شغلنا بدل ما يحاربونا. يا ابني ايوه صح، انا ركبت سنتر للدولاب. سنتر اهو. ايوه افتح بسرعه. ايه ده؟ شفت؟ شفت يا ابني ليه؟ يلا يلا خش يا اخي. استنى اقفل الباب. اقفل اقفل. ايوه ايوه استنى استنى، طبق المرايات. ما هو عبط بعبط. رجع السرير بسرعه. ايوه ايوه رجع السرير. قاتلين قاتل وتقول لي ايوه ايوه. ده خلاص بقى اتصرف اتصرف. ايوه بس عجبني التصرف. بقول لك يا رمضان، ايه خليك واقف هنا استقبل الناس وامن ان الدراب يبقى مقفول. ماشي خلاص. حاضر يا معلم. يلا انا اروح اصلي. روح ركعتين سنه. اصلي ركعتين سنه. روح روح اتكفر. هل اللوكيشن بتاعي جاهز ولا ايه؟ يلا بينا نعمل افلام. جاهز يا استاذ. حضرتك هولاكو؟ نعم. امال اللوك ده حضرتك بتعملوا حاجه تاريخي هنا؟ انا مش فاهم ايه اللي جايب الكمساري هنا جوه المعرض. لا كمساري ايه بعد اذنك؟ انا نائب صاحب المعرض. انت نائب صاحب المعرض؟ ايوه. انا اللي كلمت حضرتك في التليفون. ايوه ايوه، انتوا بتوع السينما والحاجات. ايوه انا المخرج. ايوه اتشرفت اتشرفت. اهلا وسهلا. يلا بره يا حيوان. ايه ده حضرتك تعرفني؟ انا صاحب المكان دلوقتي، مش انا مأجره منك نص ساعة؟ ايوه بس مش انت اللي انا كلمته في التليفون؟ ايوه يا فندم. طيب يلا بره يا حيوان. بس معلش انا اسف، انا حيوان عايز اقول لك شوية تعليمات بس. اتفضل. ممنوع لمس اي اجهزة موجودة داخل المعرض لان كل البضاعة دي مباعة. مفيش اجهزة، كلها موبيليا هنستخدمها، مفيش اي حاجة. خلاص وريت تأكد على ابن حضرتك. ابن حضرتك؟ ابن هو ده؟ مش ابن حضرتك يا ابني المصور. انا الدي او بي. ايه ده انتبيوتيك يعني ولا ايه؟ باشا الدي او بي. ايه الدي او بي؟ بتاع الدي جي. بتاع الدي جي. طب خلي بالك هات له بقى سلم ولا حاجه عشان هو مش طالع الكاميرا. مالكش دعوه. لا يا حبيبي انا عامل حسابي يا حبيبي. اهو يا هو ليه تنك قوي؟
مالكش ده مصور ده جامد جدا يا عم صور على نفسه يلا صوره نص ساعه ابتدت يلا يلا اتكل على الله يلا يا استاذ يلا يا استاذ سعيد انا جاهز يلا النجم جاي على وصول اهو بيكلمني ايه يا نجمنا ايه يا حبيبي انت فين ايه مش جاي مش جاي ليه والفلوس اللي اتدفعت جايه نص ساعه يا نجم طب غور في 60 داهية عنك ما جيت يلا مع السلامه ولا سعيد ايه خد تعالى عايز عمرك يا استاذ مش انت كنت عايز تمثل اه لف كده اهو حلوه قوي قوي تلعب دور البطوله معايا في الفيلم دور البطوله مره واحده البطوله مره واحده مره واحده مره واحده يلا يا باشا اوكي نعمل بروفا دلوقتي النجمه هتيجي هنصور نشوط على طول نص ساعه نمشي اوكي ماشي يا باشا يلا بينا اول حاجه المشهد ده تمام النجم بتاعنا كان بيعمل دور اسمه سمير تمام وانا هعمل معاك بروفا على اني سميرة البطله اللي هي جايه اوكي ماشي تمام؟ يا باشا يلا نقرا اول مشهد يلا يا باشا يلا اتفضل هقول 3 2 1 اكشن تقرا ايه سمير اقرا سمير 3 2 1 اكشن كنت فين انت مش عارف تقرا هتعرف تمثل ما انا ما بعرفش لا ركز ابوس ايدك ما بعرفش افك الخط ركز معايا سهله جدا كنت فين يا هاني يلا 3 2 1 اكشن كنت فين يا هاني كنت عند الكوافير مش باين على سحنتك يقف سمير في توتر نعم مش باين على سحنتك يقف سمير في توتر ايوه ما انا عارف انه يقف سمير في توتر ما تقولش اللي ما بين القوسين حاضر قول اللي بره يا حبيبي تمام اللي بين القوسين ده ليا كمخرج ماشي اوكي حاضر يلا نعيد تاني 3 2 1 اكشن كنت فين يا هاني كنت عند الكوافير مش باين على سحنتك وقف سمير يخرب بيتك انت بتوشوشني انت مش قلت لي ما توشوشنيش مش قلت لي ليا دي ليه انا ليه انا وانا بخرج هعملها انا هقول لك اقف في توتر طب كاتبها لي ليه يا عم انت مالك ليه؟ مالكش دعوه ركز باللي بالورق اللي بره الاقواس اوكي ماشي. يلا 3 2 1 اكشن كنت فين يا هاني كنت عند الكافير يقف سمير في توتر يخرب بيتك يخرب بيتك مش كده قول اللي بره الاقواس اوكي اوكي يا عم في ايه يلا اتفضل يا بيه يلا نص ساعه ابوس ايدك انت خضتني والله اخلص ها يلا لصفحه تانيه ييييي مش حافظ من امبارح مش انت اللي عملت لي فيها كريستيانو وعملت شوتني في البتاعه معلش معلش هاتها بقى يلا بقى يلا يلا والنبي نص ساعه وهنطرد بره المكان انا مش حافظ هقرا اللي هلاقيه في وشي اهو كنت تحفظ من امبارح يا بيه يلا ماشي يا بيه 3 2 1 اكشن كنت فين يا هاني؟ كنت عند الكوافير في ايه ما تظبطي كده؟ ولا في ايه؟ ولا ما انا تقمصت هتعصب عليك تقمصت الدور حسيت ان البطل لازم يشتم البطل عشان تخشع انت مالك يا انت؟ اقرا اللي هنا وبس اوكي؟ حاضر يلا يا بيه يلا النجمه زمان على وصول ابوس ايدك هما جملتين يلا 3 2 1 اكشن كنت فين يا هاني؟ كنت عند الزفت الكوافير زوم ان على رجلي يا يخرب بيتك يخرب بيتك ما انا بقول عمرك ما قريتها في حته زوم ان دي لا انا هعمل عليك زوم انت مالك انا فاكره بيعملها عنها كلب اعملها زوم ان زوم ان ولا ولا ما تجننيش ام سوري اوكي يلا تعال يلا اخر مره ماشي. عشان ادخل النجمه انا عرفت انا هعمل ايه عرفت انا ادخل النجمه اعفيك من المشاكل دي يلا بروفا اخيره يلا 3 2 1 اكشن كنت فين يا هاني كنت فين يا هاني كنت عند الزفت الكوافير مصدقك اتخندي نعم تعالى بقى مصدقك ايه اللي مصدقك يلا يا عم كده ايه اللي مصدقك يا عم العفو عند اما اقدر يا عم انت مصدقها اللي كاتب السيناريو مش مصدقها ماشي ماشي يا نقول عم. امي اللي هنا اوكي أو. هدخل النجمه والنبي ما تقطعش عيش تمام ماشي يا عم يلا الاستاذه اهي وصلت اهي اتفضلي يا استاذه معلش ممكن تروح تجيبها يا عم معلش احنا اسفين ماشي اسفين لك معلش يلا يا استاذه يلا الدنيا هتنور والله ايوه انا جاهزه اهو جايه جاريه اهو استمر وحتشوف نفسك تنتج اكثر واكثر واكثر ما عليك من الناس ركز في الشيء يعني ما شاء الله كل واحد فيكم مؤدي دور جدا ممتاز بس لا تكونوا مقلدين حاول تنتج حاجه لك من اسمك من كلامك بنبره صوتك فهمت علي يا keep going guys really I like you know I like the way how you keep انجليزيتكم
انتوا بتطلوا فين؟ انتوا بتطلوا فين؟ كلكم بتطلوا فين؟ What are you doing تام اغرودي؟ ايه خلاص عرفناه. راح راح يشتري وجاي. هو اقول له انت راح فين؟ خد بالك الواد طلع موهبه فعلا بيفهم انجليزي. والله طب كويس حلو حلو بالعكس keep going والله. طب انا انجح ازاي بموهبتي دي؟ اعمل ايه؟ بتعمل ايش؟ يعني انت ما شاء الله صوتك حلو وبتمول تمام؟ حاول انك تكتب كلمات انت حاسس فيها وهذه الكلمات مول فيها، بس لا تنسى انك انت لما تجي تعرف ما شاء الله لما تغني او بتمول حاول تمشي على القافيه زي ما انا مشيت قبل شويه. شفت كيف كنت ماشي كيف ماشي في الكلام؟ يعني اعطيك حاجه جدا بسيطه من اشياء مثلا ابعطي مثلا خاطره لشخص ما، اوكي، للامير محمد بن سلمان: مبروك يا سيدي ولي العهد محمد ابن سلمان، رساله شكر وامتنان من سميك اسم عنوان، قلتها كلمة إن الحلم سيتحقق، وأنا حققت حلمي كإنسان، ثمين اللي كان سجين في فكري طول هالأيام، تحقق وهو أمامي الآن. شفت نبرة القافية كيف؟ تفضل. بص تعرف المشكلة في إيه؟ أيوة أنت كلامك حلو ماشي، كل اللي أنت بتقوله حلو، بس المجتمع اللي أنت فيه مشجعش الكلام ده، كل ده مشجع فاهم؟ اللي هو صح. طيب أقول لك